السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيوفنا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير وسرور. نرحب بكم في الجلسة 78 من جلسات مجلس الخنجي عبر تطبيق زوم، والجلسة 8 من جلسات رمضان للعام 2021، وشكراً لحضوركم معنا. اسمحوا لي أن أرحب بضيف جلستنا اليوم، المدرب ناصر المقبالي، مدير مؤسس مركز التناغم لليوغا والتأمل، حاصل على درجة البكالوريوس في برمجة الاتصالات، وهو طالب ماجستير إدارة الأعمال من جامعة ستراثكلايند في سكوتلاند، حاصل أيضاً على مجموعة من الشهادات من دورات مختلفة، منها دورة مستويات الطاقة من الأكاديمية الدولية للتنمية الذاتية، ودورة التجليات من خلال الشاكرات من مركز الراشد، وهو ممارس معتمد في الطاقة الحيوية من المنظمة العالمية للطاقة الكونية بأمريكا، ممارس معتمد للعلاج بالطاقة الحيوية من المنظمة العالمية للطاقة الكونية بأمريكا، وأيضا ممارس معتمد في العلاج بخط الزمن من المركز الثقافي الأكاديمي، وممارس متقدم في البرمجة اللغوية العصبية من المجلس الأمريكي للبرمجة اللغوية العصبية، حاصل أيضا على الرخصة الدولية للتدريب، وقدم الكثير من الدورات والمحاضرات، نذكر منها دورات عن أساسيات النجاح، محاضرات عن السيطرة على علم النفس على النفس والتحكم في الصوت الداخلي، دورات ومحاضرات في سحر الإقناع وكيفية التعامل مع الشخصيات المختلفة، دورة طريقك إلى النجاح، ودورات في القيادة وبناء فريق العمل. نرحب بك كوتش ناصر ضيفا متحدثا اليوم من مجلس الخنجي، ونبدأ جلستنا معك بإذن الله. شكرا جزيلا لكم لحضور حضوركم. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا، وأبارك لنفسي وأبارك للجميع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. أسأل الله لي ولكم القبول، وأن ينفعنا ويتقبل منا صالح الأعمال. وأشكر مجلس الخنجي على هذه الاستضافة، لأعتبرها يعني نوع من أنواع العبادات، تشارك العلم، نشر العلم، التعلم عبادة من العبادات المقدسة لازم يلتمس الأجر فيها. فأسأل الله أن يتقبل منا هذا العمل وهذه المحاضرة الطيبة، ويستفيد الجميع منها، وشكر خاص لسعادة خليل الخنجي على الاستضافة الطيبة وعلى الجهود المبذولة ما شاء الله في مجلس الخنجي. يعني أمس لما سمعت اللقاء اللي مع الأخوة في البحرين، ما شاء الله المجلس صار له 100 سنة، فهذا شيء يعني مشرف وليس غريب يعني على عائلة الخنجي. طيب، بالنسبة لصناعة الإنجاز الشخصي، هي محاضرة نشارك فيها بعض الأفكار، بعض القواعد اللي ممكن تساعدنا نحن في تحسين قدرتنا على تحقيق المزيد من الإنجازات الشخصية. طبعاً المحاضرة معدة أنها تطرح الكثير من التساؤلات. ولماذا التساؤلات؟ لأن التساؤل هو بداية المعرفة، هو بداية تحفيز العقل أنه يبحث عن المعلومة هذه، أو أنه يفتح آفاقه إلى يعني معرفة ومدارك أكثر. فهذا بالنسبة لصناعة الإنجاز الشخصي. بالنسبة للإنجاز، وأتمنى يعني من الجميع اللي يحب أن بعد كل شريحة أن نحن نتشارك، إذا عنده إضافة، إذا عنده تعقيب، أي شيء على موضوع اللي يتم طرحه في الشريحة، أكون سعيد أن نحن نتشارك. أنا أحب أنها تكون جلسة تفاعلية أكثر منها جلسة من طرف واحد. طيب، بالنسبة للإنجاز، الإنجاز الشخصي أو الإنجاز بشكل عام، هل هو فن أم هو علم أم هو فطرة لبعض الأشخاص فطروا عليها من ولادتهم، أو هو متعلق بنمط الشخصية لدى الشخص حسب علم أنماط الشخصيات؟ هل هذا الأمر، الإنجاز، هو أمر بإمكاننا تعلمه، تطبيقه، تطويره في حياتنا؟ هذه الأسئلة اللي راح نجاوب عليها إن شاء الله في هذه المحاضرة. بالنسبة لي أنا شخصياً يعني بحثت كثير في موضوع الإنجاز، في موضوع النجاح، في موضوع التطوير الشخصي، فاللي وصلت له هو فعلياً علم. وهذا يسهل المسألة على الجميع،
طالما أنه هو علم بإمكان أي شخص أنه هو يتعلمه وأيضا يطبقه ويستفيد منه في حياته. فهذا الجميل في الموضوع أنه هو علم بإمكاننا أن احنا نتعلمه، بإمكاننا احنا نطبقه، بإمكاننا احنا نرتقي في حياتنا. بالنسبة للجهد والنتائج في حياتنا، نشوف مجموعة مختلفة من الناس في الحياة. في ناس يبذلوا جهد كبير جدا بس نتائجهم جدا بسيطة، إنجازاتهم جدا بسيطة في الحياة، يعني لا تكاد تذكر. بينما في الجانب الآخر في ناس أحسن منهم بشوية، جهدهم متوسط ونتائجهم أيضا متوسطة. وفي ناس جهدهم قليل ونتائجهم ممكن نقول أنها جيدة، وفي ناس جهدهم قليل جدا ولكن نتائجهم كبيرة. فهو ما يعني أن الجهد ما بيكون موجود، في كل الحالات الجهد موجود. فالشاهد هنا أن الإنسان إذا تعلم أسس الإنجاز، إذا تعلم مسألة أنه يستطيع تجلي أهدافه، تحقيق نجاحات أكبر في حياته، تعلم كعلم، بإمكانه أنه يتدرج في الارتقاء في هذا السلم، فبإمكانه أنه يتحسن. يعني بدل يكون جهد كبير ونتائج بسيطة أو نتائج متواضعة، يبدأ يكون جهد مثلا متوسط ونتائج لا بأس بها، بعدها جهد قليل أو نتائج جيدة، ولكن الجهد راح يبقى، لأن هذا أحد أساسيات الإنجاز والنجاح في الحياة، أن السعي مطلوب جدا في هذه الحياة. طيب، واحدة من الأشياء اللي يركز عليها علم الإنجاز المعنى. ماذا نقصد بالمعنى؟ يعني احنا نقوم بأشياء كثيرة في حياتنا. على سبيل المثال، موظف يذهب إلى وظيفته العادية، فلما تسأل أنت ماذا تعمل، يقول لك أنا أروح وأقوم بأعمالي هذا اليومية للعيش، للقمة العيش. بينما لو سألت موظف آخر أنت ماذا تعمل أو ما المعنى لماذا تعمل، إن صح التعبير، ممكن يقول لك أنه أنا أعمل من أجل تحسين جودة حياة أسرتي، المعنى شوية تحسن. لو سألت موظف ثالث مثلا في نفس المؤسسة هذه لماذا تعمل، يقول لك أنا أعمل أعمل في شيء يلامس شغفي، أحب أن أعطي أكثر، أضيف قيمة في المكان اللي أنا أعمل فيه. ونفس العمل، يمكن كلهم يقوموا بنفس المهمة، ولكن يختلف المعنى، تختلف القيمة الجوهرية اللي عند كل شخص. بينما لو سألت موظف مثلا رابع لماذا تعمل، يقول لك أنا أعمل لخدمة وبناء وطني. فنفس العمل ولكن المعاني اختلفت. وسألت موظف خامس يقول لك أنا أعمل لخدمة وطني ولجعل هذا الوطن أفضل للأجيال القادمة، فهذا الإنسان تجاوز جيله، تجاوز المعنى عنده، يعني التفكير في نفسه، فصار يفكر للأجيال القادمة. ونفس العمل ممكن يقول لك شخص آخر أنا أعمل من أجل أن أجعل هذا العالم وهذه الأرض مكان أفضل للعيش، فيختلف المعنى. حقيقة هذا المعنى هو له تأثير كبير في نجاحنا أو في قدرتنا على الإنجاز في الحياة. فالأسئلة اللي ممكن الواحد يسألها لنفسه الحين في هذه اللحظة، العمل اللي تقوم فيه، هل لديك معنى حقيقي للشيء الذي تريد إنجازه؟ مثلا إذا أنت تريد تنجز في مجال التجارة، ما المعنى الحقيقي اللي أنت تقدمه في من خلال هذه التجارة؟ إذا كنت موظف، إذا كنت طبيب، عندنا أطباء كثيرين، عندنا ناس باحثين ما شاء الله في الجلسة، فأكيد الناس اللي حققوا إنجازات كثيرة كبيرة، فكان بالنسبة لهم المعنى جدا واضح، معنى جدا سامي، يلامس قيمهم العليا في الحياة. ممكن تسأل نفسك ماذا يمثل لك ولا أي مدى يهمك، وماذا يعني لك هذا الأمر اللي تريد إنجازه؟ يعني ممكن نأخذ مثال بسيط على موضوع الصحة الحين. يعني ممكن شخص يبدأ يمارس الرياضة بس تسأله عن المعنى يقول لك أريد أنقص وزني،
اريد انقص 3 كيلو جرام، تساله ليش؟ يقول لك عشان يظهر مظهري بشكل جيد، ما اختلفنا في الموضوع، لكن ممكن شخص اخر يقول لك ليش تعمل رياضه؟ ممكن يقول لك انا اعمل الرياضه هذه بحيث اني اعيش حياه صحيه بقيه حياتي. واقدر اني انجز اكثر. فهو نفس الفعل، نفس العمل. اللي يختلف معنى المعنى اللي نحن نضيفه. والاهم من هذا أن يكون خلف هذا المعنى دوافع قوية فعلاً لتحقيق الشيء اللي نريد إنجازه أو الشيء اللي نريد نحن ننجح فيه. فدائماً نسأل نفسنا لأي أمر نحن نريد النجاح فيه أو تحقيق إنجاز كبير فيه، نسأل لماذا؟ لماذا أريد فعل هذا الشيء؟ ويمكن يكون هذا أهم ما في الموضوع، لأن هذا لماذا الإجابة عليها بتحدد فعلاً النجاح والتقدم والإنجاز اللي أنت راح تقدمه في هذا الموضوع. فأغلب الناس اللي أنجزوا إنجازات كبيرة في حياتهم كان لهم معنى سامي وقيم يعني عليا تمثل العمل أو الشيء اللي يريدوا أن ينجزوه أو يبرزوا فيه في حياتهم. فهذا بالنسبة لموضوع المعنى. أنا شفت أن في بعض النقاش ممتاز. إذا في أسئلة تحب تضيفوهن في الشات حياكم الله. شكرا دكتور فارس من لطفك وطيبك. أو إذا تحبوا تشاركوا أو تتشاركوا نشارك مباشرة بعد الأمر مرحب فيه يعني. في أي لحظة مثلا حبيت نضيف على شريحة معينة أو حد عنده تجربة خاصة بالموضوع ممكن إنه يعني نتشاركها في الحال يعني، فتكون الجلسة تفاعلية فيها أخذ وعطاء أكثر. فالأمر عندكم يعني. عادة كوتش ناصر لأنه ضيوفنا متعودين على المداخلات بعد المحاضرة، بس يمكن يكون في حد. تفضل حياك، تفضل سعادة خميس الكيومي، تفضل. نفس رأيك، أفضل هو يخلص وبعدين يكون تفاعل. خلاص استاذ ناصر نفس الرأي. طيب ان شاء الله اذا بعد ما ننتهي ان شاء الله نفتح باب الحوار وكل يده بدلوه ويضيف مثل ما تقولوا لمساته الجميله للجلسه. طيب من اهم الامور أظن قصدك انت اذا واحد ما زال إذا حب يتداخل المجال مفتوح يعني، هذا هو، لأن أظن هي مثل ورشة عمل غير عن المحاضرات العادية يعني، هذا اللي أنت ترغب تقوله يعني. بالضبط، إن هي مثل الورشة. مثل نعم. الورشة التفاعلية أكثر من أنها من طرف واحد، ويبقى الأمر للجميع يعني حسب ما تشوفه مناسب. بالضبط، فالرسالة واصلة، الرسالة واصلة. تفضل كمل. الله يفضل عليك، شكرا يا سعادة، شكرا. طيب من أهم قواعد الإنجاز في الحياة على المستوى الشخصي أو حتى على المستوى المؤسسي التخطيط الجيد. فالتخطيط الجيد هو أحد الأسس الرئيسية اللي يعتمد عليها الإنجاز. بمعنى الإنسان إذا كانت كيف يحدد أصلاً مقدار الإنجاز؟ هو يقيسه بناءً على الخطة الموجودة عنده، فيقارن مدى يعني تحقق هذه الخطة ولا أي مدى خطأ فيها شوط جيد. فوجود الخطة، وجود الرؤية للحياة، وجود الأهداف الواضحة وضوح يعني كامل، هذا يعني بشكل كبير يساعد الإنسان فعليا أنه يحقق الكثير. بينما الإنسان إذا كان ماشي من دون خطة وما عنده أهداف واضحة، فكيف ممكن نقيس إنجازه أصلاً؟ هذه هي النقطة. النقطة الثانية أنه ما راح يكون عنده التركيز. أي شيء، أي موضوع جديد راح يأخذه من يعني الأشياء اللي هو يريد فعلاً ينجزها في حياته. فبالنسبة للإنجاز الشخصي يعني ممكن تكون أهداف أو إنجازات في مختلف جوانب الحياة. ممكن تكون إنجازات علمية، ممكن تكون إنجازات وظيفية، ممكن تكون إنجازات في مجال الأعمال التجارية،
ممكن تكون إنجازات على مستوى الصحة ومستوى الجسد، ممكن تكون إنجازات على مستوى العائلة. فهذه الجوانب المختلفة للإنسان المفترض يبدأ يركز عليها. فبالنسبة للخطة، ممكن الإنسان يضع له خطة على المستوى القصير، الأشهر القادمة، نصف سنوية، خطة سنوية، خطة للثلاث سنوات، الخمس سنوات القادمة، وخطة بعيدة المدى، ويبدأ بالتدريج، يعني يحرص تقدم في هذه الخطة. فهذا هو الموضوع الأساسي، التخطيط الجيد. وحقيقة يعني على مستوى شخصي أو حتى على مستوى مؤسسي، مؤسسات تحقق نجاحات جيدة عادة يكون عندها تخطيط جيد وتنفيذ جيد. فهذا اللي المطلوب مننا نحن، سواء المستوى الشخصي، المستوى المؤسسي، مستوى شركات أو جهات، أن يكون عندنا تخطيط جيد وتنفيذ جيد. أما أنه يعني نترك الموضوع كذا عائم وما فيه أهداف واضحة، ممكن يكون صعب أن نحن نقيس مدى النجاح أو مدى التقدم فيه. فممكن الشخص يعني يراجع نفسه حالياً الحين، هل لديك خطة واضحة للفترة القادمة؟ هل عندك رؤية لحياتك؟ هل لديك وضوح عالي في أهدافك؟ على الأقل في الفترة الحالية أو الفترة المستقبلية، وما ترغب في تحقيقه وإنجازه في حياتك. هذه من الأمور جداً مهمة وبتساعد الإنسان فعلياً أن يحقق مزيد من النجاح. فبعد وجود الخطة نجي لموضوع التركيز، لأن بعد الخطة هذه راح تظهر الكثير من يعني سبل التشتيت، فتطلع لك أشياء أمور ثانوية غير مهمة، تأخذ من وقتك، تأخذ من طاقتك، وقلل من تركيزك، وبناء على هذا الأمر يمكن يقلل الإنجاز عندك. لكن مع وضوح الأهداف، وضوح الخطة، ووجود التركيز، هذا اللي راح يساعدك على تحقيق المزيد من الإنجاز في حياتك. هنا في بعض الأسئلة يعني الواحد ممكن يقيم نفسه عليها، وبالنسبة للتقييم ممكن يكون تقييم ذاتي، يعني الواحد يسأل نفسه من مقياس 10، بحيث أن 10 هو أعلى شيء وصفر يعني أقل شيء. مثلاً، إلى أي مدى لديك تركيز نحو أهدافك؟ هل تحس أن في تشتيت مستمر دائماً، تأخذك بعض المشتتات، خاصة في عصرنا هذا المشتتات كثيرة، عندنا ما شاء الله وسائل التواصل الاجتماعي، عندنا يعني الموبايلات صارت من المشتتات، عندنا بقية الأمور الثانوية اللي يعني ممكن ما تكون مهمة ولكن ممكن تستهلك الكثير من الوقت والجهد. ممكن بعض الأشخاص يكون عنده مجالات معينة حالياً يركز عليها بشكل أكبر في الوقت الحالي، وهذا أيضاً شيء جيد. ممكن الواحد يعني مثلاً باختلاف مرحلة الإنسان يختلف الأمور اللي يركز عليها. فمثلاً في الطلبة في دراسة في المرحلة الدراسية حصلنا أغلب تركيزهم على يعني الإنجازات العلمية في ذاك الوقت، بس بعدين لا تتحول إلى مثلاً إنجازات وظيفية أو إنجازات في عالم ريادة الأعمال. فالتركيز يختلف بناء على الأهداف، بناء على الفترة اللي يمر فيها الإنسان في حياته، بناء على أولوياته، بناء على الخطة اللي هو وضعها. وأيضاً من الأشياء اللي نركز عليها واللي ممكن تساعدنا بشكل كبير حقيقة، ممكن الإنسان يركز على الأشياء اللي موجودة عنده، نقصد بالأشياء الموجودة اللي عنده النعم اللي الله نعمها عليه، فيسعد ويهنأ. ممكن يركز على ما يفتقد، أمور يفقدها في حياته موجودة عند الآخرين، فدائماً يدخل في هذه المقارنة، و يعني بدل لا يركز على النعم اللي الله أنعمها عليه يركز على ما يفتقد، ويعني يصيبه الحسرة، ويعني ممكن
يلوم نفسه أنه كيف ما وصل لما وصلوه الآخرين، لأن في الأخير بالنسبة لنا احنا الموضوع الإنجاز هو أمر بينك وبين نفسك. هل أنت أحسن من أمس؟ أحسن من السنة الماضية؟ هذا هو الشيء اللي نحن نريد نركز عليه. فمهم الإنسان يركز على ما لديه. إذا الإنسان ركز على النعم اللي الله أعطاه إياهن راح يسعد، راح يحس بالرضا الداخلي، راح يشكر الله، يبدأ دائما يستشعر نعم الله سبحانه وتعالى عليه، وهذا بحد ذاته يساعدك أنك تنجز أكثر. على فكرة هذا الأمر التركيز على النقاط والأشياء الإيجابية عندك الموجودة عندك يساعدك أنك أنت تنجز أكثر. ممكن أيضا في ناس يركزوا على نقاط الضعف عندهم، والبعض يركز على نقاط القوة لديه. فالمهم في الموضوع أنك أنت تستفيد من نقاط القوة، لأن هذا الأسهل أنك أنت تنجز من خلاله. يعني أقول لك الحين آخر يعني ما يتوصلوا إليه العلماء أن يقول لك أفضل أنك تركز على نقاط قوتك وتنمها، أفضل من أنك تجلس تعالج نقاط ضعفك اللي ممكن تأخذ منك وقت كبير. وهذا موجود عند كل إنسان منا، في عندنا نقاط قوة وفي نقاط ضعف. ما يعني أني أنا أتغاضى عن نقاط الضعف، أبدأ أحسنها، لكن ما أتناسى نقاط القوة اللي عندي، لأنها هذه مثل ما تقول هي المكرمات اللي الله رزقك إياها، هي أشياء معينة أنت يعني تتمتع فيها بشكل جيد، نقاط قوتك. فكل ما يعني استثمر الإنسان في نقاط قوته بدأ يحقق إنجازات أكثر وأكثر وأكثر. أيضا من الأشياء المهمة الآخرين حوالينا، كل إنسان فيه إيجابياته وسلبياته، إذا الإنسان ركز فقط على سلبيات الآخرين راح يتعب، لأنه ما في إنسان ما عنده سلبيات. لكن أيضا لو ركزنا على إيجابيات الآخرين والخير اللي في الآخرين وفكرنا كيف ممكن نحن يعني نستثمر هذه الإيجابيات، هذه نقاط القوة في الآخرين، هذا بيساعدنا في تحقيق المزيد من الإنجاز في حياتنا، وأيضا راح يريحنا داخليا، راح نشعر بكثير من الراحة والرضا الداخلي. هنا موضوع جدا مهم وفي صميم الإنجاز، اللياقة. واللياقة ممكن تكون لياقة بدنية جسدية، لياقة ذهنية، لياقة نفسية، أو ممكن تكون لياقة حتى روحية. اللياقة البدنية، هل عندك حاليا برنامج رياضي مستمر عليه بشكل دائم؟ لأن كل ما الإنسان كان في حالة من الصحة الجسدية و يعني اللياقة البدنية عنده عالية، هذا الأمر يساعد على الإنجاز، يساعد على مواجهة تحديات الحياة، يساعد حتى أنه يوصل لأهداف أكثر بشكل مباشر أو غير مباشر. فهذا أمر جدا مهم، ولا يكاد يخلو أي كتاب من كتب موضوع الإنجاز تحقيق الأهداف أنه يتطرق لهذا الموضوع. أنت فقط ما فقط تركز على الإنجاز في حياتك، مهم احنا نوازن جوانب حياتنا الاخرى. فبالنسبه للياقه البدنيه ممكن تكون من خلال محافظه على الرياضه بشكل مستمر، المحافظه على تناول الوجبات الصحيه، تقليل من الاكلات اللي ما فيها قيمه غذائيه عاليه. كل ما كان الاكل صحي ساعدك، ساعد جسمك، ساعد عقلك، ان في الاخير الجسد هو مثل ما تقولوا يعني السيارة اللي نحن يعني نمشي فيها في الحياة. فكل ما كانت هذه السيارة سليمة وقوية ونحافظ عليها، كل ما ساعدتنا أن احنا نوصل لمشاوير أكثر. إذا أهملناها السيارة ما راح تأخذنا لمكان يعني بعيد. اللياقة الذهنية أيضا المهم، المحافظة على ذهن صافي، وأيضا تطوير اللياقة العقلية من خلال المعلومات، من خلال القراءة، راح نجد هذا الموضوع بعد قليل. بس مهم أن دائما أطور من قدراتي الذهنية، هذا أمر غاية
في الأهمية. اللياقة النفسية، هل الشخص في حالة من الاستقرار النفسي، من السلام، من الهدوء، من الراحة؟ لأن هذا الأمر يساعد الإنسان أن يعطي أكثر، يتقدم أكثر. بس إذا الإنسان كان يعاني من القلق، كان يعاني من الاكتئاب، الله يبعد عنكم، يعاني من تقلبات نفسية كبيرة، صعب أن يحقق إنجازات كثيرة وهو ما في حالة نفسية غير مستقرة. اللياقة الروحية وهي علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، لأي مدى الإنسان يحافظ على العبادات، يقرأ القرآن الكريم، يقوي الجانب الإيماني داخله، عند اتصال بالله سبحانه وتعالى بشكل عالي. هذه كلها أمور تعيننا على الإنجاز في حياتنا. فهذه المهم، الأربعة جوانب نركز على المحافظة على اللياقة جيدة فيها: اللياقة البدنية، الذهنية، النفسية والروحية. طيب، الحين عندنا موضوع مهم واللي هو موضوع الأفكار. في الأخير الحالة الفكرية أو البرمجة الشائعة اللي يعيش عليها الإنسان تؤثر في إنجازاته ونجاحاته. بمعنى إذا الإنسان كان أقنع نفسه بأفكار هادمة أو معتقدات سلبية في حياته، فمن الصعب أنه يتقدم، أن هذه الأمور هو يبدأ يعيق نفسه بنفسه. يعني هو كأنه شخص يعني يريد يسوق السيارة بس ضارب على البريك، يريد السيارة تتقدم يقول له ليش ما تتقدمي، بس هو اللي ضغط على الفرامل. فموضوع مهم أن الإنسان يتخلص من طرق التفكير أو البرمجة الشائعة ويبدأ يتبنى معتقدات جيدة عن نفسه، عن قدراته، عن النجاح، عن الإنجازات، ثقته بنفسه. فهذه من الأشياء المهمة الإنسان يشتغل عليها. فممكن شخص يعني يعمل تمرين بسيط، ممكن حتى تكتبه حاليا بعد الجلسة الطيبة هذه في هذا المجلس المبارك، يعني الواحد يعملها على راحته. بإمكانك أنك تكتب أفكارك عن موضوع الإنجاز والنجاح. هل تشوف أن الإنجاز هذا مثلاً أمر صعب جداً ومستحيل ويحتاج مثلاً إلى ناس معينين، أو هو حكر على ناس معينين، أم أنه هو أمر متاح وإذا الإنسان استعان بالله سبحانه وتعالى الله بيسهل له أمره، بيسر له أموره. الواحد يستعين بالله سبحانه وتعالى فيكتب منظومة المعتقدات اللي عنده الخاصة في موضوع الإنجاز والنجاح في الحياة، ويبدأ يقيمها. هل فعلا هذه المعتقدات هي معتقدات إيجابية، معتقدات داعمة، معتقدات تساعدنا على الإنجاز في حياتنا، أم أنها بالعكس هي أشياء جالسة تحبطنا، هي أشياء جالسة يعني تقلل من أقدامنا و يعني من تقدمنا وتطورنا في الحياة. فمجرد الوعي، دائما احنا نقول الإدراك هو بداية التغيير، الإدراك هو بداية التغيير. إذا الإنسان عرف الموضوع، فهم نفسه، سهل أنه يتغير. فبعدين تغيير هذه المعتقدات ممكن يكون بتبني معتقدات أكثر، التوكل على الله أكثر، استعانة بالله سبحانه وتعالى، ونذكر أنفسنا بشيء بسيط في هذه الحياة. صح، نحن نجتهد ونحن نسعى ونروح ونعمل ونكدح، لكن في الأخير كله بتيسير من الله سبحانه وتعالى. فهذا الأمر أمر جدا مهم، أنك دائما تسأل الله التيسير في أمورك. ندعو الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا إنجاز هذا الأمر. وسبحان الله في كثير من الأمور يعني يمكن كنا نظن أنها مثل ما يقولوا
يعني خلاص يأسنا منها، بس سبحان الله يجي الفرج من الله سبحانه وتعالى وتيسر بطريقة ما جاءت على البال ولا على الخاطر. فدائما دائما مهما أخذنا من أسباب، مهما عملنا، نستعين بالله سبحانه وتعالى وندعو الله سبحانه وتعالى تيسير أمورنا، تيسير أهدافنا، تيسير أمور حياتنا، أي أمر نحن نريد ننجز فيه أكثر. كل ما دعينا الله سبحانه وتعالى بالتيسير بقلب متيقن، سبحان الله سنرى يعني الاستجابة من الله سبحانه وتعالى ولطفه في كل أمور. جيت لي من نقطة من أهم النقاط واللي أعتبرها جوهر الإنجاز في الحياة، ويعني ممكن كل إنسان حقق إنجازات كبيرة في حياته في الخفاء هو يمارس هذا الأمر باستمرار، وقد تكون بالنسبة له عادة يومية هو اعتاد عليها في حياته. التطوير المستمر واحدة من أهم أسس الإنجاز في الحياة. أهم أمر يجب أن يستمر عليه الإنسان هو التطوير، تطوير ذاته في مجاله. إذا الإنسان مثلا يريد ينجح في مجال الأعمال، هل عندك خطة لتطوير ذاتك في هذا المجال؟ هل عندك كتب تقرأها باستمرار في هذا المجال؟ هل عندك خطة سنوية تحضر هذه الورشة، راح تطلع على هذا الموضوع، راح تتقن هذه المهارة؟ هذا مثال بسيط، لأن هذا فعليا اللي حسسنا نحن بكثير من الإنجاز. لما نشوف نفسنا احنا نتطور سنة بعد سنة، يوم بعد يوم، شهر بعد شهر، جالسين نتطور، تزدهر حياتنا. فالسؤال المطروح هنا، هل لديك خطة واضحة لتطوير ذاتك باستمرار؟ هل هناك كتب موجودة عندك تريد تقرأها أو تخطط تقرأها أقل شيء هذه السنة؟ هل هناك مجالات معينة، مهارات معينة أنت تريد تتقنها، معارف معينة تريد تطلع عليها، أبحاث معينة، دراسات معينة، جوانب تريد يعني تبرع فيها؟ لأن كذا يتحقق الإنجاز، سواء كان على المستوى الشخصي أو على المستوى المؤسسي أو مستوى الشركات أو الجهات. أهم ما في الموضوع أن هذه الجهة أو هذا الشخص أو هذه المؤسسة عندهم تطور مستمر، ما يتوقفوا ويقولوا إحنا نعرف كل شيء أو إحنا خلاص وصلنا. ما في شيء اسمه الإنسان وصل، ما في إنسان يعرف كل شيء. هذا أمر يعني من الغرور الذاتي أو يعني من إيحاءات الشيطان. الإنسان يقول له لا، أنت خلاص تعرف هذا المجال. مثلاً إذا الإنسان في ريادة الأعمال أو في الاستثمار أو يعني أي مجال من المجالات سواء العلمية أو الحياتية، فتجي فكرة يقول لك لا، أنت خلاص، أنت بس وصلت في هذا المجال، أنت تعرف عنه كل حاجة. هل معقول الإنسان يعرف كل حاجة؟ هذا ينافي علم الله الواسع، لأن علم الله سبحانه وتعالى إحنا ما نستطيع ندركه. فمستحيل أن في إنسان يعرف كل حاجة، مهما وصل العلم دائما في مستجدات جديدة. فمواكبة هذا المستجدات، تطوير نفسنا باستمرار، هي عملية مستمرة يوم بعد يوم، يوم بعد يوم، أسبوع بعد أسبوع، شهر بعد شهر، سنة بعد سنة، تظل تتطور من نفسك. حضور دورات، يعني قراءة كتب، قراءة أبحاث، ممكن دراسات عليا، المهم الرحلة مستمرة. واحد من الأسئلة الجوهرية، هل هنا ميزانية شهرية أو سنوية لهذا التطوير؟ لأن هذا التطوير بيحتاج استثمار، بيحتاج أموال، بيحتاج وقت، بيحتاج جهد. هل عملت حسابك فيه؟ هل عندك شهريا ميزانية معينة؟ 5% 3% من دخلك تستثمرها في هذا الجانب فيك أنت؟ لأن في الأخير من بيعمل هذا الإنجاز؟ أنت بتعمله. فبحيث أنك أنت تتقدم وتحقق تقدم كبير في حياتك، ينبغي أنك أنت تتطور.
انت تتوسع، انت تكبر. الانسان ترى صح يعني يوصل لمرحله انه هو يتوقف عن النمو، بس هو فعليا هو ينمو بس بطرق اخرى، ينمو فكريا، وعيه ينمو، ادراكه، خبراته. فهذا الامر اللي يعني يجب ان نحن نعطيه تركيزنا واهتمامنا بشكل كبير، التطوير المستمر. فأنصح بالتالي ببساطة كخطوات عملية من هذا الموضوع. أول شيء وجود خطة، خطة واضحة، كتب تريد تقرأها في هذه السنة أو ما تبقى منها. الحمد لله يعني بعدنا نحن في الربع الثاني من السنة، فعندنا الوقت الكثير. دورات تريد تحضرها، إذا كنت تخطط مثلا لدراسة عليا في مجال معين أو في أي مجال، أو شهادات احترافية حاب تأخذها، حددها. وفي المقابل أيضا خصص لها الوقت والجهد والمال، خصص لها ميزانية شهرية أو سنوية. يعني كثير من الناس اللي حققوا إنجازات كثيرة ترى هم يصرفوا على أنفسهم، يحضروا دورات في بلدانهم، مؤتمرات خارجية، يسافروا، يتعلموا، يحتكوا بالناس أصحاب الخبرة، وهذا اللي يساعدهم بشكل كبير جدا. الشغف، وهنا السر الأكبر من أسرار الإنجاز في الحياة. الشغف هو الوقود اللي يدفعنا للإنجاز فعليا. فإذا كان الإنسان عنده شغف للشيء اللي يعمله، راح يبدع فيه، راح ينجز فيه. كل ما حب الإنسان الحاجة اللي هو يكون فيها الحين أيا كانت، على سبيل المثال لو موظف يحب وظيفته، فراح تلاحظ أنه هو عنده شغف فيها. راح تلاحظ هو يمكن يجيك أول شخص، وعادي عندنا حتى هو يبقى لوقت متأخر، عادي عندنا هو يعني مستمتع، وبالعكس ما يحس بالوقت هناك، وما تحسه يتذمر من العمل، بالعكس هو مستمتع لأقصى درجات الاستمتاع. فالحين النقطة المهمة هنا، الأهداف اللي احنا نريد نحققها أو المجال اللي احنا نريد نحقق إنجازات كبيرة فيه، هل هو في نطاق شغفنا؟ هل هو فعلا شيء نحن نحب القيام به؟ هذا سؤال جوهري. والسؤال اللي قبل هذا السؤال، هل فعلا انت تعرف شغفك؟ تعرف يعني الشيء اللي يلامس روحك، الشيء اللي فعلا انت يمكن ما تحس بالوقت لما تعمله، وممكن حتى تقدمه بشكل مجاني اذا ما كان في نطاق عملك، بالعكس انت مستمتع فيه الى غايه الاستمتاع، وبالعكس تشعر بكثير من الرضا الداخلي، تشعر بكثير من يعني الانسجام، تشعر بكثير من انك انت فعلا حققت شيء، انجزت شيء، راضي عن نفسك. فهذا الشيء اللي محتاج تتعرف عليه. اذا ما فعليا حاليا انت ما تعرف هذا الشغف، فهناك كثير من المرايع، سواء كتب او ورش عمل او ناس مختصين يساعدوك ويمشوا معك بخطوة بخطوة، يساعدوك باكتشاف هذا الشغف. الأمر الثاني اللي ممكن تأمله، إذا ما تعرف هذا الشغف حاليا، بإمكانك أنك تجرب مجالات مختلفة وتبدأ تشوف هل هذا المجال فعلا هو اللي يعني يلامس شغفي، أستمتع فيه بشكل كبير، يعني ما أحس بالوقت معه. لما تحصل هذا الشيء مباشرة انطلق فيه، وراح تشوف ان انجازاتك تزيد وتتحقق يعني بشكل مذهل. بينما اذا مثلا ما حصلته، جرب شيء ثاني، شيء ثالث، شيء رابع، لان التجربة والخبرة الحياتية هي اللي توصلنا لاستكشاف نفسنا. بس اذا جلسنا نحن ما نعمل شيء لان انا والله ما اعرف شغفي، انا ما بعمل شيء، انت ما سويت حاجة. او انك انت مثلا تعمل في مجال بس حاليا يمكن ما يكون شغفك، ابحث عن هذا الشغف. بإمكانك تعمل حاجة خارج نطاق العمل، إذا كان مثلا تشتغل مثلا في حاجة ما كثير يعني تحبها في الوقت الحالي،
أو الخيار الثاني أنك تبدأ تتعود أنك تحب هذا العمل وتنسجم معه وتبحث أيضا، تستمر رحلة البحث عن الشغف. من الأشياء اللي تساعد استكشافنا الشغف أيضا تجربة الهوايات والمهارات المختلفة، هذه كلها أمور ساعدنا بشكل كبير. الشغف يعني أمر مهم جدا، فكثير من الناس اللي حققوا فعليا نجاحات كبيرة سواء على مستوى وظائف أو مشاريع أو أي إن كان، يعني في الغالب كان عندهم شغف كبير فيها، كان عندهم حب لها، وهذه طبيعة النفس البشرية، أي شيء نحبه نروح له، أي شيء نكرها ننفر منه نبتعد عنه. فإذا الإنسان ما حب الشيء اللي يعمله ما أقول من الصعب، يعني بيكون الأمر أصعب منه وكان فعلا هو مستمتع بالشيء اللي يقوم به، فبإمكانه أن يحقق إنجازات أكثر. طيب، جينا حل موضوع الثقة. بالنسبة للثقة هي أمر جوهري وأمر أساسي في النجاح أو في الإنجاز الشخصي. لماذا الثقة؟ لأن أول أمر أو أول يعني جزء من أجزاء هذه الثقة أنك تكون واثق من نفسك على قدرتك بالقيام بهذا العمل. هذا من أهم الأشياء. إذا هذه الثقة متزعزعة وما عندك ذيك الثقة بنفسك أو ما ساعدت نفسك أنك تبناها، يصير من الصعب كثير كثير أنك تحقق إنجاز كبير فيه. وأيضا حتى الناس اللي حواليك يحسوا بهذه الثقة، سواء مثلا الناس اللي حواليك، لو كنت مثلا في وظيفة مدراءك لإدارة العليا يشوفك فعلا أنك عندك ثقة كبيرة في العمل اللي تقوم فيه من ناحية الإتقان من ناحية الإنجاز. إذا كنت أنت في مشروع زبائنك أيضا بيقيموا هذه الثقة، وأصلا هم جو اللي عندك بناء على الثقة، فإما أنك أنت تبني هذه الثقة أو أنك أنت ممكن أنك تخسرها. فمن الأمور اللي الواحد يسأل نفسه ويقيم نفسه فيها، يعني إلى أي مدى الإنسان عنده يقين بأنه قادر على إنجاز هذا الأمر اللي يريد ينجزه. ممكن يسأل نفسه إلى أي مدى يثق بك الآخرين، لأنك أنت ما ممكن تعمل إنجاز في حياتك وأنت في معزل عن الآخرين. نحن نعيش ويعني نتفاعل مع الآخرين، فبناء الثقة يعني هذا، يعني في كتب كثيرة صراحة، وقرأت واحد اسمه كتاب الأزرق للثقة، جميل جدا، ننصح الجميع بقراءته. الجانب الآخر، إلى أي مدى لديك سمعة طيبة بالإنجاز؟ يعني الناس اللي حواليك هل يثقوا فيك أنك أنت فعلا إنسان منجز، إنسان مثل ما يقولوا بالعامية قدها، إذا أعطوك مهمة يعتمدوا عليك، يمكن حتى على مستوى العائلة، على مستوى العمل، مستوى مشروعك. وفي الحقيقة هي مسألة محتاجة بناء، يعني ومحتاجة سنوات من العمل، محتاجة سنوات من السمعة الطيبة، سنوات من الإخلاص، سنوات من العطاء، لأن واحدة من الأمور اللي تبني الثقة أنك فعلا تساعد الناس في الأوقات اللي هم يحتاجوا مساعدة، هذا تبني الثقة، يبدو الناس يثقوا فيك فعليا. هي أفكار كثيرة لزيادة الثقة، يعني مثلا من الأفكار، خلينا نأخذ مثال، مثلا لو شخص قدم على وظيفة مدير مبيعات، فبعطيكم سيناريو هين، لو هو هذا الشخص تقدم وبس في المقابلة أعطاهم مثلا السيرة الذاتية وتكلم عن نفسه، بينما شخص آخر مرشح آخر لهذه الوظيفة مدير مبيعات تقدم هو عامل بحث مثلا عن المبيعات في هذا القطاع، خلونا ناخذ مثلا المبيعات في قطاع النفط والغاز، هو عامل ورقة بحثية، أو على سبيل المثال كاتب كتاب إجابة للناس اللي يريد يشتغل معهم، وقدم لهم هدية هذا الكتاب في المقابل،
شو رأيكم بمن بيوثق أكثر؟ الشخص اللي فقط قدم السيرة الذاتية أم بالشخص اللي قدم لهم ورقة بحثية أو قدم لهم كتاب مكتوب عن موضوع المبيعات؟ هذا جانب. الحين من الأشياء اللي موجودة ومتوفرة حالياً بعض الأفكار لزيادة ثقة الناس بك، نشوف صفحات الحين التواصل الاجتماعي أيضاً، هذه تراها مؤشر. فالناس الحين يبحثوا عنه، يعني مثلاً يبحثوا ناصر المقبالي، بيدخلوا جوجل بيكتبوا ناصر المقبالي، تطلع صفحات ناصر المقبالي، بيطلع معلومات، بيطلع مثلاً آراء الناس عن ناصر المقبالي. فممكن الواحد أيضاً إذا حب أنه يأخذ الموضوع بشكل أعمق أنه يكون عنده موقع شخصي خاص فيه للجوانب اللي هو يريد يحقق الإنجاز فيها. على سبيل المثال، ممكن الواحد يكون عنده موقع شخصي مثلاً لمجال أعماله، إذا شخص مختص في مجال التدريب أو في مجال التوجيه الشخصي، ممكن أنه يكون عنده موقع خاص فيه، فهذا يزيد من الثقة. مثلاً لو شخص مختص في مجال إدارة الشركات أو مجالس الإدارة، فنفس الشيء لو كان عنده موقع خاص بهذا الموضوع وينزل مدونة باستمرار، يتحدث بفيديوهات باستمرار، هذا بيساعد على بناء الثقة مع الآخرين. فهذه بعض الأمور اللي ممكنها تساعد على زيادة الثقة بيننا وبين العالم الموجود حولنا. هنا مبدأ جميل أثناء يعني رحلتنا في الإنجاز. في كثير من السيناريوهات ممكن تصير، في بعض الأحيان إحنا ممكن نحقق الشيء اللي نحن نريده بس فعلياً في شخص آخر يخسر، وهذا قد يحصل يعني كثير في بعض الأحيان، ما أقول في كثير من الأحيان. بينما ممكن نحن نحقق الإنجاز اللي نريده، فأنا أكسب وأنت تكسب، الآخرين يكسبون نفس الوقت، فهذا أيضاً مطلوب. بينما المستوى الأعلى، وراح نأخذ مثال على كل جانب، إن أنا أكسب وأنت تكسب والحياة تكسب. المثال على الجانب الأول، مثلاً أنا أكسب وأنت تخسر. مثلاً أنا حصلت على صفقة معينة، اشتريت حاجة معينة، لكن في الأخير الشخص اللي خذيت منه هذه الحاجة يمكن باع حالي من غير ذاك المكسب، فأنا يمكن ضغطت عليه عندي قدرات تفاوضية وكسبت من معه مثلاً هذه الصفقة أو هذا الشيء أو هذا العقد، بس هو المسكين خسران. فهذا مثال. بينما الجانب الآخر، مثلاً أنا كسبت، هو كسبته هو أيضاً، فأنا اشتريت البضاعة هذه بشيء مبلغ جيد، وأيضاً هو كسب منها. لكن ممكن تكون هذه البضاعة مثلاً مضرة للبيئة، أو يعني تسبب إزعاج للآخرين، فصح أنا كسبت هو كسب، بس في ضرر على الحياة. فنجينا المستوى الأعلى اللي هو أنا أكسب وأنت تكسب والحياة تكسب، يكون في نفع لي، في نفع لك، في نفع للحياة ككل. فهذا من الأمور اللي جداً مهمة محتاجين إن نحن نركز عليها في حياتنا. طيب الحين راح نتعرف على كيف ممكن إن نحن نبدأ بيوم مليء بالإنجاز. عذراً بس كوتش ناصر، بس نلتزم بالوقت على نأخذ أكبر كمية من الأسئلة ممكن. شكراً جزيلاً. طيب الوقت كم دقيقة بقت لنا؟ خلاص وقت البرزنتيشن خلصنا تقريبا، بس عشان نبدا ناخذ نفتح فقره الاسئله والنقاش. طيب ان شاء الله بس بنكمل هذه الشريحه وبنبتدي بعدين مباشره مع الاسئله. شكرا جزيلا. طيب بالنسبه ليوم مليء بالانجاز، كيف ممكن الانسان فعليا انه يحقق يعني كم اكبر من الانجازات في يومه؟ وليش أنا كتبت يوم، ليش ما قلت سنة؟ لأن السنة هي مكونة من أيام، فبالنسبة للإنسان إذا ضبط هذا اليوم اشتغل عليه بشكل صحيح راح يساعده أنه ينجز أكثر وأنه يحقق
يعني إنجازات أكثر في هذا اليوم. فواحدة من الأمور المهمة هي بداية اليوم، الطريقة اللي تبدأ فيها يومك يعني راح تأثر على يومك بشكل كبير. فأنصح يعني مثلا بعد صلاة الفجر في الأيام العادية اللي هي مش أيام الشهر الفضيل، الإنسان يبدأ بالقراءة، قراءة كتاب مفيد، قراءة القرآن الكريم، رياضة ربع ساعة نص ساعة رياضة خفيفة، إفطار صحي، كتابة أهدافه لهذا اليوم، وترتيب أولويات الأشياء اللي يريدها. ومن الأشياء المهمة أن الإنسان يحاول كل يوم أن يقوم بشيء جديد، هذا بيساعده في مسألة الإنجاز، وبيساعده أيضا في موضوع تجديد عقله، هي جانب علمي وراء هذا الموضوع. فكل ما قمت كل يوم بشيء جديد، قرأت كتاب جديد، قابلت شخص جديد، جربت أكلة جديدة، رحت مكان جديد، هذا يساعد على يعني توسيع المدارك. فهذا بالنسبة ليوم مليء بالإنجاز، وأشكركم كثير على حسن الاستماع، استمتعت بهذا المحتوى ووجودكم وحسن إصغائكم واستماعكم. والآن نبدأ يعني مجال مفتوح للأسئلة أو الإضافة أو أي أحد يحب يشاركنا تجربته في موضوع الإنجاز، ما شرط يكون سؤال، ممكن يكون تفاعل وإضافة إثراء لما تم طرحه. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا أستاذ ناصر على هذه على هذا العرض المثري والشيق. نأخذ طيب مجموعة من الأسئلة من ضيوفنا الكرام. تفضل أستاذ فارس، نبدأ فيك، تفضل. أشكرك، السلام عليكم، بارك الله فيك. أول شيء أحييك يا أستاذ ناصر، فعلا تعرفت عليك من 12 سنة، لكن وجدت فيك إنسان مبدع، وفعلا لديك الكثير قدمته وتعلمنا منك. بس عندي 6 نقاط، ربما الوقت ما يتسع، ممكن بس إذا كان نقطة واحدة أو تبلغوني. أنا بس هنا أضيف النقطة هنا، وأحيي كل الذي ورد من الأخ ناصر. أول شيء بالنسبة للأهداف، الهدف من العمل، نعم هذه تجربة لمسناها عندما بدأنا نفكر في عملية أن نضيف شيء على مستوى العالم، وفعلا كانت الجرعة قوية جدا تقودنا حتى وصلنا إلى أمريكا، ونعمل حققنا الذي توصلنا إليه. وفعلا فعلا الإنسان يكون بنية صادقة والمواصلة العزيمة والمثابرة يستطيع حقه. فعلا استفدنا من الأخ ناصر من هذه المشاركة. نقطة ثانية، التركيز على إيجابيات الآخرين، نعم فعلا لما بدأنا نركز على كل إنسان من حيث إيجابيات، وجدنا الصورة تتوسع بشكل أفضل، ويتم كسب علاقات وطيدة وفوائد مستفيدة، ونستفيد من الآخرين. نقطة ثالثة اللي هي اللياقة فعلا يعني اللياقة، هذه معلومات نتعلم منها، بس هناك نقطة ثانية من حيث أن ننظر الإنسان على أساس الهيكل، هذه كلها معلومات من حيث كيف نستفيد منها وكيف نتعلم. لكن هناك نقطة ثانية وهي تتعلق بوقود استثنائية تعتمد عليها خلايا الدماغية في عملية تركيز وحفظ هذه المعلومات ودقة الإنتاجية. بس ما أستطيع أدخل جميع النقاط لأن حتى أعطي وقت لبقية الأخوة المشاركين. أشكركم جميعا، بارك الله فيكم. شكرا، شكرا دكتور فارس على مداخلتك المثرية، بارك الله فيك، وشكرا لحضورك وتفاعلك كالعادة ما شاء الله، من وين ما تكون يعني ضيف قيمة كبيرة للموجودين. أحسنتم، بارك الله فيك. بس زين يعني الأخ فارس ممكن تكمل من فضلك، لأنك نحن كنا نسمع عنك كثير، والآن تفاجأنا أنك أنت في أمريكا. إيش هي الأسباب اللي وصلتك إلى أمريكا، ومن المحفز لك أن تصل إلى أمريكا، وكيف الآن وضعك في أمريكا؟ أشكرك. الآن أنا في السلطنة بس مسافر الشهر القادم. نعم في أمريكا، من حيث أن وجدنا الموضوع كبير جدا، البلد قدرتها محدودة. بداية كنت أنفعل وأجد نفسي في احتكاك مع جهات الرسمية فتضيقت كثير، لكن بيقول الله سبحانه وتعالى عسى أن تكرهوا شيء ويجعله الله فيه خير كثير. وبدأت حب للوطن، فبدأت أخذ نظر إيجابي أكثر من أخذ سلبية. فماذا فعلت؟ وجدت أن الموضوع كبير، موضوع يتطلب إلى دولة متقدمة فيما يتعلق
أبحاث علمية ومعملية متقدمة، وهذا الذي قدنا إلى توجه الأمريكي وليس مهاجرا بل الذي يسعى لتحقيق الأهداف. وهذا هو نحن الآن 6 سنوات وفتحنا مكتب حكوى ويلنس، وفعلا حققنا 3 ملكيات مسجلة في مكتبة الكونغرس. فهذا هي السبب الرئيسي لتوجه الأمريكا. والآن نحن في أمريكا نتمسك بحيث أن اكتشاف عماني لكن خطة استراتيجية أمريكية، ومن حيث أن هذه الخطة نعمل بها من حيث الخطتين، خطة واحدة إجراء أبحاث معملية وسريرية، وهناك مذكرة تفاهم مع كلية الطب الأوستيوباثي، والخطة الثانية بناء مشاريع العافية على شكل المنتج اللي هو البراند، لأن الأمريكان يعلمونا بحيث أن لا تسوي تجارة، تسوي براند، لازم توسع اسمه البراند. فدخلنا في تسجيل في USPTO مكتبة اللي هي الولايات المتحدة في البراءات والابتكارات، وبحيث أن سجلنا هذا البراند التصميم، واكتسبنا هذا التصميم اللي هو حقوى ريفيتالايز، بحيث صناعة العافية في القرن 21 بحيث الإنسان مخلوق وليس مصنوع. هذا الذي لمسنا في أمريكا، ودولة فيها حرية مطلقة، لا عندهم عنصرية، وفعلا في إنجازات تتحقق ولله يعني والحمد لله. وبس نحن نعيد نكرر، هذا ليس من أجل الهجرة بل من أجل هذا الوطن يعني الأمين. وهذا بس نحن موضوع الهجرة عندنا حساس، لكنه أصبح شيء طبيعي. يعني كنت بسألك ليش ما فكرت في دول الجوار أو دول الشرق مثلا، ولكن بالتالي هو الجواب أنه أمريكا تستوعب كل هذه الأفكار وتستخطب. نعم. لذلك تحصل يعني الجاليات هذه من الشرق. نعم. والغرب والشمال والجنوب من أوروبا. نعم. هي بهت يعني أرض خصبة. نعم. لاستقبال الأفكار، ومع بالفعل. الأسف دولنا ومحيطنا ما يؤمنوا بالكثير بالأفكار. يعني هم يخلقوا الأجهزة ويخلقوا الهيئات والإبداع والابتكار وغير ذلك، لكن الحقيقة إنه الأرض غير خصبة يعني في كل هذه الدول. شيء جيد، شكرا جزيلا. أمريكا فيها مجانين أكثر منا. أحسنتم سيدي، أكرمكم. لأن كنا نفكر في السيليكون فالي وغير، لكن كل هذه الأفكار الطبية والصحية وغير ذلك، لكن كيف الآن نحن نستفيد منك يعني وأنت في أمريكا؟ ممكن عن طريق الزوم. أنا حتى الآن موجود في السلطنة حتى نهاية شهر مايو. أيه. نعم، فموجود يعني إذا كان بالوجود يعني شخصيا أو عن طريق الزوم. لا قصدي أنا هذا بالنسبة للمحاضرات، لكن في النهاية يعني إذا واحد يريد يتعالج أو شيء لازم يجيك لأمريكا. أوكي، هي الخطة نحن نعمل بها حتى الآن 14 سنة. فتحنا موقعنا الإلكتروني حتى وصل حتى الآن 40,000 مشارك، وأكثرهم من دول عربية، بحيث أن بدأنا من هنا في السلطنة ومنتشر دول عربية. بس أمريكا متركز على الأبحاث أكثر من المحاضرات. نعم. الأهداف اللي ذكرنا فيها، وبالتالي نحن حتى الآن باعتبار مشروع خيري، ونساعد كل إنسان بحيث يصبح هو الطبيب لنفسه، بحيث يكتسب هذه المعلومات ويكتشف ما هي الأسرار المخفية في أنه كيف خلق، بحيث هو مخلوق وليس مصنوع، وما هي الأبحاث العلمية توصلنا إليها انطلاقا من العلم التي تقنع أي شخص وفقا لميوله، وفقا لمعتقداته، وفقا للطريقة العلمية التي ينتمي إليها. إذا كان ينتمي إلى العلم نحن نتقدم بالعلم، إذا ينتمي إلى القرآن الكريم فقط بالأفكار من القرآن انطلاق. نعم فعلا، وبهذه الطريقة عملية الإقناع، إقناع الشخص تعطيه معلومات يقتنع ويكون من موضوعية ومنطقية. تمام، نحن طبيبنا حاجي آدم أكيد عنده تعقيب في هذا الموضوع. يشرفنا، هذا يشرفنا. نعم نعم، تفضل. نعم. حاجي تفضل حاجي آدم. لا هو أنا يعني جيد أن سمعنا من الأخ فارس، كان ودي أشوفه أنا على الفيديو. الأخ فارس لو يفتح الكاميرا بدنا نشوفه، لأن سمعنا كثير منك وسمعنا كثير عنك، لكن حتى صورتك هي ما واضحة، شوية بعيدة. فال اي تمام معك. نعم على بر. لا هكذا. نعم. انت احلى من الصوره. اشكرك سيدي، اكرمك الله. ايوه شيك الرجال بالبدله الله يديك. ايوه احسن. فيعني كيف نحجز، كيف نتواعد معك احنا، كيف يكون
طريقة العلاج ريموتلي. أوكي، طريقة العلاج بحيث إلى تذهب للنيوتريشنست ما بيبيع لك الغذاء، يعطيك معلومات. أنا أركز على توفير معلومات تقنعك كيف أنك تستطيع تعيش بحياة صحية شاملة بصحة العقلية الروحية الجسدية والعاطفية، وبالتالي تستعين من المعلومات انطلاقا من العلم وانطلاقا من الأبحاث التي توصلنا إليها. حتى الآن عندنا 4 أبحاث معملية على الفئران من جامعة في الجزائر بنجاح من قبل طلاب ورقة ماجستير في أعوام من 2017 حتى 2020، وكلها بنجاح، وآخرها ما يتعلق بهذا موضوع الكوفيد اللي هز العالم. يعني أنا مثلا عندي اللياقة البدنية شوية تعبانة، لكن عندي الذهنية والنفسية والروحية قوية، فإيش تنصحني؟ أوكي، الذي أنصحك، أنت الآن ذكرت كلمة مهمة جدا، قلت اللياقة البدنية عندك تعبانة. الآن اللياقة البدنية تعتبر ثنائية أكثر من يكون أولية، بحيث نحن هنا نعطيك معلومات تغير حياتك بدون أي مجهود، تستطيع تحقق اللياقة البدنية كافية. معايا؟ معك أيوة، أسمعك أيوة. نعم نعم. طيب شكراً، أحسنت دكتورنا، أحسنت. تشريف سيدي، وأنا حقيقة أفضل يكون في حضورك أيضاً، ولن أستفيد من المداخلات، ونحن نستفيد من حتى أي تعليقات، لأن الحياة مدرسة لا نهاية لها من العلم. صحيح، أحسنت، شكراً. أشكرك سيدي، أحسنت. شكراً جزيلاً. هناك الأستاذ ناصر، هناك سؤال من الأخ سعيد الحسيني أيضاً والأخت لمية سعود، يشتركون في نفس السؤال، كيف يمكن للشخص اكتشاف شغفه بما أنك تحدثت عن الشغف؟ طيب، بالنسبة للشغف في بعض خلينا نسميها التقنيات أو البرامج، ورش عمل مصغرة مثل العصف الذهني، ممكن الشخص ينضم لها ويتعرف على بعض الجوانب. الطريقة الثانية أن الإنسان يجرب مجموعة من الأمور اللي هو قد يرى أن فيها له ميول، ويبدأ يقيم هل فعلا هذا هو الأمر اللي أنا أشعر فيه بالرضا الداخلي، مستعد أني أنا أعطي فيه، مستعد أني أنا يعني أقضي كثير من الوقت فيه بكامل الطاقة بكامل المتعة. فمثل ما يقولوا مرات التجربة خير برهان. موضوع الشغف ممكن يتغير مع الإنسان من فترة والثانية، الإنسان اهتماماته تختلف، فمهم أن كل فترة أيضا الإنسان يقيم مرة أخرى. فالجواب في ممكن الاستعانة بأشخاص مختصين بالموضوع، ممكن قراءة كتب، بعض الكتب اللي تعطيك بعض الخطوات العملية، أو من خلال تجربة بعض المجالات اللي قد يرى الإنسان إنها فعلا تلامس شغفه. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. طيب نستمع من ضيوفنا أيضا. دكتورة ندى العجمي معنا، مساء الخير دكتورة ندى. مساء الخير، مساء الخير والسرور، ما شاء الله مواضيع اليوم مثرية وكلها صح، كل جوانب الحياة، الذهن والروح والعقل والنفس، وقلت رياضة ما شاء الله. وأخ ناصر مواضيعك اللي أنت طرحتها جدا جدا مهمة، لأن إحنا لو نظمنا حياتنا بالطريقة اللي أنت يعني الأسئلة اللي خليتنا نسأل نفسنا ونراجع نفسنا، كانت أنا أعتبرها جلسة مراجعة للذات. وما معناها الواحد يشتغل في هذا المجال يكتفي باللي يعرفه، بالعكس، يعني حضوري معاك في هذه الجلسة، أنا جلست اليوم معاك كتلميذة، أنت تسأل وأنا أكتب وأجاوب وأراجع نفسي. فهنا النقطة الحلوة في تطوير الذات، أنك أنت مهما توصل ومهما تتطور تكتشف أن في لسه مجال، حتى لو في نفس هذاك الجانب اللي أنت على بالك أنا خلصت، لا، في أشياء تقدر تطور فيها. فالليلة ما شاء الله خليتني أسوي حالة من المراجعة للذات. شكرا شكرا على هالبرنامج اللي طرحته، وطبعا نتمنى من المجلس يجيب لنا الدكتور
فارس ونسمع منه إذا ممكن، يعني نسمع منه أبحاثه. أنا سويت جوجل سريع على أساس أتعرف عليه أكثر، بس يسعدني إن إذا يكون عندنا فرصة مستقبلية يسوي لنا مثل محاضرة أيضا يكون جيد. شكرا. شكرا شكرا دكتورة، شكرا على إضافتك وحضورك تشريف، الله يسعدك. وفعلا يبقى أن نحن في رحلة الحياة نبقى شغوفين بالتعلم، مهما قرأنا مهما حضرنا مهما وصلنا، محتاجين مرات للتذكير. الذكرى دائما يعني تنفع المؤمنين. ودكتور فارس ما شاء الله يعني شخصية غنية عن التعريف، وإن شاء الله يتم التنسيق لعمل لقاء في مجلس الخمجي. شكرا لكم. شكرا دكتورة ندى، وإن شاء الله راح ننسق لاستضافة الدكتور. طيب نستمع إلى مداخلة من الأستاذة بدرية السيابي، تفضلي. السلام عليكم. شكرا ناصر ما قصرت. أنا عندي سؤال وعندي مداخلة. بالنسبة للسؤال، أنت عندك وظيفة أخرى، إنزين، فكيف اكتشفت يعني شغفك أنك تدخل مجال التدريب ومجال اليوغا بالذات، يعني بالنسبة لشاب عماني؟ يعني أكثر شيء هذه الأشياء خلينا نقول اللي لها دخل بالتدريب، علم النفس، اليوغا، أكثر يعني في سلطنة عمان يعني النساء خلينا نقول هم مهتمات فيها أكثر، بس يظهر رجال عماني ومن الباطنة ويدخل في موضوع اليوغا، شوية هذا شوية شيء مستغرب حقيقة. زين وصغير خلينا نقول بعد. هذا واحد. وفي مداخلة اللي بغيت أقولها وأكد على كل كلمة أنت قلتها، أنا صار لي يعني على مستوى شخصي نفس الشيء. أنا تخرجت بشهادة كلش بعيدة عن عملي الأولاني وعملي الثاني، بس فعلا الواحد لما يتخرج يعني سبحان الله يمكن هدفه الرئيسي ما يكون السعي وراء شغفه، لأنه ما يعرف بعد الفرق. يمكن يكون السعي وراء الرزق أكثر شيء، إنه يكون يحقق ذاته، يحقق دخل منفرد عن أهله. لكن بعد كذا بصراحة يعني أنا أشجع كل واحد إنه يمشي وراء شغفه، لأن الإبداع يجي مع الشغف. يعني كل ما الإنسان يعرف هو إيش يحب وليش أصلاً موجود على هذه الأرض، قراءاته بتختلف، نظرته للدنيا بتختلف، حتى ثقته في نفسه تلقائياً بتنعكس عليه. يعني ما يحتاج حتى أنه يبين أنه هو يعني واثق من نفسه ولا لا، لأنه تلقائياً شخصيته بتنعكس على شغفه. فأنا أعتقد السر كله في الشغف. بس أرجع للسؤال الأولاني، إذا أنت ترد عليه ممكن مثال آخر. هذا حالنا. وشكراً ناصر ما قصرت. الله يبارك فيك. شكرا شكرا أختي بدرية، وشكرا لحضورك، وشكرا لكل كلمة قلتيها. طيب بالنسبة للشغف بالتدريب، حقيقة موضوع التدريب أنا دخلت مش قصد أني أنا أدخل وأدرب وكذا، لكن مرات بعض الأشياء هي اللي تسحبك لها. بمعنى كنت أدرس في الكلية وبطبيعتي أحب القراءة كثير، ف قرأت كتب كثيرة في مجال التفوق الدراسي. في كتاب رائع للدكتور نجيب الرفاعي أنصح الجميع بقراءة جميع الطلبة، فكان في بعض التقنيات اللي تساعد الطلبة بشكل عام لتحسين نتائجهم الدراسية. فطلبت من الكلية، قلت لهم أنا حاب أقدم محاضرة بسيطة لإخواني وأخواتي الطلبة في الكلية، فقط من باب مشاركة المعلومة. ما قصروا الكلية جزاهم الله خير، تعاونوا معي. عملت المحاضرة هذه وفعلا يعني حسيت بمتعة أني أنا أقدم حاجة للآخرين. فبعدها أيضا استمرت في تقديم كثير من المحاضرات، ليس من هدف التدريب أو أني أنا أصبح مدرب أو أن يعني أدرب يعني في دول حتى خارج عمان. ما كنت أفكر في هذا الموضوع ذيك اللحظة، يعني إن الموضوع راح يكبر. لكن سبحان الله يعني مثل ما تقول الأحداث تجر بعضها البعض، فوجدت إن كثير من الأخوة اللي حضروا مثلاً هذه المحاضرات أو سلسلة الأمسيات كثير استمتعوا فيها وشجعوني إني أعطي أكثر. فالحمد لله استمرت في هذا العطاء لحد ما
ايضا عاد بعدين تعمقت في الموضوع، دخلت في مجال التدريب واخذت بعض الشهادات في موضوع التدريب وتعمقت اكثر فيه، وبدأت اعطي دورات داخل عمان، قدمت دورات مثلا في بعض الدول الخليجيه. فبالنسبه لي الانطلاق يعني جواب على سؤالك او انه كيف وجدت هذا الشغف، من خلال التجربه. كانت عندي تجربه او رغبه اني فقط اشارك معلومه عندي، وهذا واحده من الاشياء اللي يمكن استمتع فيها، اني اشارك المعرفه اللي عندي مع الاخرين ونتعلم من بعض في هذه الحياه، نساعد بعض، نساند بعض، والتوفيق للجميع. بالنسبه للشق الثاني من سؤالك، موضوع اليوغا والتامل وهذه الامور، ايضا يعني مثل ما تقولي هي جات يعني بنفسها. كيف هي جات بنفسها؟ يعني بدأت دخلت كثير في موضوع التأمل وحبيت الموضوع، فبدأت بمركز اسمه مركز تناغم لليوغا والتأمل، كون التأمل هو أحد شقوق اليوغا، ولها فوائد صحية، لها فوائد ذهنية، لها فوائد جسدية، عقلية، عاطفية. يعني بسبب هذه الفوائد دخلت في هذا المجال واستفدت منه بشكل كبير شخصيا. شكرا للسؤال. وشكرا ناصر. عفوا تفضل مساعد. ناصر، انت يعني مرجعيتك دينيه في الغالب، مرجعيتك دينيه وتتكلم عن 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 الدين، وفي نفس الوقت اذا تذكر اليوغا بعض الاوقات امام الناس المتدينين يقول لك هذا دين مختلف وعباده مختلفه. ألا يوجد في الدين الإسلامي نفسه بديل لليوغا؟ والله هو شوف سعادتك، يعني هو أنا عشان أكون أكثر وضوحا، أنا أكثر شيء في التأمل أكثر من اليوغا. يعني ناصر شخصيا في التأمل أقدم جلسات في التأمل أكثر من اليوغا، بس كمان حتى في السلطنة ما في شيء اسمه نشاط اسمه تأمل، فهو النشاط المعروف اليوغا كونها العلم الكبير، والتأمل أحد مدارسه. جواباً على سؤالك، نعم بالنسبة لنا نحن كدين الإسلامي التأمل واحدة من العبادات، ذكر الله سبحانه وتعالى، والمعروف مثلاً في سير الصحابة والصالحين والأنبياء مسألة إنهم الخلوات يروحوا مثلاً للكهف أو يجلسوا في مكان مع نفسهم للتصفية الداخلية. فهو الموضوع بالنسبة لي من موضوع التأمل. بالنسبة لليوغا هي ترى في الأخير هي عملية رياضية جسدية أكثر منها فلسفية أو دينية، فهذا هو اللي نعم صحيح يعني. صحيح نعم. فهذا هو الرد. تفضل الأستاذ خميس، هذا خميس الكومي عنده أكيد مداهرة، أو المدربة عايشة. تفضل أبو عاصم. أبو عبد الله شكرا جزيلا. اليوم أيضا إضافة جديدة، والأخ ناصر قدم ورقة أو قد قدم تجربة رائعة جدا ومفيدة جدا. وإذا قدرت أنا أستخلص بعض الدروس مما تعرض له الأخ ناصر، أول شيء أن موضوع النجاح ليست هواية، النجاح جدية كاملة، ولذلك ذكر هو أنه يجب أن يبدأ برنامج بعد الفجر مباشرة، فهذا يعطي انعكاس واضح أنه النجاح ليست تعطى part time الوقت الضايع، النجاح يجب أن يكون تركيز وتأني ودراسة واستفادة من الكتب والمراجع الأخرى وخطوات مستقرة والتخطيط والتنفيذ الجيد. كل هذا من الأشياء التي ذكرها الأخ ناصر، وأنا أشكرك جداً على هذه المحاضرة. ثاني شيء، النجاح طبعاً أيضاً إصرار، يعني دائماً يقولوا never give up. عندنا في التاريخ العربي نقول لا تحسبن المجد تمراً أنت أكله، لن تبلغ المجد حتى تلحق الصبر. الإنجاز والنجاح بحاجة إلى متابعة مستمرة وأذى دائم. سؤالي طبعا لأخ ناصر، عشان بس لا أكثر من التعليق على حضرته القيمة، كيف تتعامل مع العوامل الخارجية؟ العوامل الخارجية خارج منظومة تخطيطك أنت،
كمخطط ودراستك وخطة تنفيذ كيف تتعامل المنغصات اللي تأتيك من خارج دائرتك أنت لدفعت بعض الناس مثل دكتور فارس أنه يبحث عن مكان آخر لتنفيذ أفكاره الجيدة. فهذا سؤال. نعم تشتيت قصدك المشتتات. أيوة مشتتات منغصات أشياء اللي هي يعني تأتي خارج جهدك أنت وقوتك وإمكانياتك. شكرا. الله يبارك فيك وشكرا شكرا على الإضافة وكل كلمة تفضلت فيها. والله هو بالنسبة للتشتيت هو جزء من الرحلة، هو يبقى تعاملنا معه، نحن كيف نتعامل معه، إلى أي مدى نبقى مركزين على الوجهة. مثل القبطان اللي في السفينة في عرض البحر هو عارف المكان اللي رايح له، ولكن يمكن يصادف عاصفة أو يمكن يعني يلف حيث أنه ما يتعرض لعاصفة بس بيروح لمكان شوية بعيد بيأخذ من الطريق بعيد، لكن في الأخير بيرجع إلى وجهته. فيبقى التعامل معها أول شيء المشتتات هذه باختلافها، طبعاً يختلف من شخص حشخص من وضع حوضع من نوع المشتت اللي هو شيء يعني موجود ممكن أنك شوية يعني تتركه أو تبتعد عنه، أو أنه مثلاً في من الأشياء القريبة ممكن يكون حتى في أشياء على مستوى العائلة في مستوى المجتمع في مستوى الأعمال. فيعتمد يبقى أن نحن أول شيء ممكن نسوي ثلاث خطوات: تقييم هذا المشتت نأخذه نفهم أول شيء أنه هو هذا أمر جالس يشتتنا يستهلك الطاقة. الشيء الثاني التفكير كيف ممكن نحن نتعامل معه، يعني الموضوع يعني كبير يعتمد على نوعه طبعا. الشيء الثالث نبدأ نعمل خطة له، هل مثلا مثل ما يقولوا يعني نخرج منه بأقل الخسائر، نخرج منه بأقل جزء من إهدار الوقت والطاقة، على سبيل المثال مثلا الالتزامات الاجتماعية الكثيرة. فهو مسألة أن نحن كيف نتعامل معها، فهو تقييم تفكير ويكون ردة فعل شوية تكون فيها حكمة، لكن هي تبقى جزء من الرحلة ما دامنا نحن متجهين لأهداف معينة بتطلع لنا، وهو جزء من الاختبار أيضا إذا فعلا نحن نريد نوصل لهذه الأشياء فعلا نريد نحقق هذه النجاحات. أتمنى أني قدرت يعني ممكن أفيدك بشيء بسيط تجاه هذا الموضوع. أنا ما فهمت، هل يقصد أبو عاصم إنه تشتيت هو المنغصات في أي أرض بحيث إنك أنت لا تفكر فيها سلبي، فكر فيها إيجابي، إنك أنت تروح إلى أرض ثانية وتنفع ناس آخرين. العمانيين في نفس الوقت لما هاجروا راحوا إلى دول أخرى شافوها يعني وضع إيجابي جداً، تتوسع يعني مداركهم وغير ذلك، ويكون سبب انهم ينفعوا الاخرين يعني. فانا رب كما يقول رب ضاره النافعه. ابو عاصم ابو عبد الله طبعا هذا زاويه اخرى نظر الموضوع نظره ايجابيه ليخلي العطاء مستمر، إذا ما في مكانك يكون في مكان آخر، لكن أيضا في تطوير المناخ العام بحيث تقلل قدر الإمكان من هذه المنغصات حتى لا تضطر العقول للهجرة، أو حتى لا تضطر رساميل للهجرة، حتى لا يضطر الناس لبحث عن فرص أخرى في مكان آخر. صحيح. شكرا. نسمع أظن المدربة، نستفيد من المدربة عايشة ما دام هي موجودة معنا. تعرفي نفسك من فضلك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. كل الشكر لكم أخواني على هاللقاء الجميل وعلى هالمجلس الطيب المبارك، وأشكر أستاذنا ناصر المقبالي على يعني بجد أقول لك كفيت ووفيت، ودائما أنت مدرب عطائك كبير وعلمك دائما محفز لنا، وبالنسبة لنا يعني وللكثير
وأنا أولهم أعتبرك الملهم، الملهم لنا. الله يحفظك ويرعاك ويزيد في علمك ويبارك فيه. أنا حبيت بس أضيف إضافة بسيطة، أنه الإنجاز يحتاج الصديق ملازم له، اللي هو الالتزام والديمومة، وعدوه اللدود التسويف والتأجيل والمماطلة، هذول الأعداء حقين. طبعاً إحنا لما ننجز نحتاج في كل مرحلة من إنجازنا إن نحتفل، نسوي احتفال بسيط لأنفسنا، سواء بطلعة، بخرجة، بقطعة جاتو زي ما يقولون. هذه تعزز الاستمرارية والبهجة والسعادة بنفسنا البشرية، وأي نفس بشرية أساساً يعني تميل تقدير إنجازاتها. وفي نقطة ثانية، إنه إحنا ساعات يجينا تشتت في المهام، يعني يكون عندنا كذا إنجازات وما إحنا عارفين إيش إنجاز نبدأ فيه، لكن الأفضل لنا إن بعد كل إنجاز نختمه نخلصه نبدأ بمهمة ثانية. أنا عندي بس سؤال الأستاذي مدربنا الغالي، أقول له كيف يعني معالجة التسويف والتأجيل والمماطلة اللي أغلبنا هو بالنسبة لها عقبة ومعيق في طريق إنجازه. وفي ختام كلامي أشكر مجلس الخنجي وكل الشكر والتقدير القائمين عليه، والله يبارك لهم، والمدربنا ناصر في علمهم وعملهم، والله يعطيكم حتى ترضون وأكثر. اللهم أمين. اللهم أمين. بارك الله فيك وشكرا لمداخلتك الجميلة وأيضا دعائك الطيب. اللهم أمين أجمعين. بالنسبة للتسويف، في كثير أمور ممكن واحد يشتغل عليها. أول حاجة يمكن واحد يشتغل عليها، هل الإنسان عنده معتقد عن ذاته أنه هو إنسان مسوف وإنسان يأخر الأمور؟ لأن في ناس عندهم هذا الفكرة عن نفسهم، فالنظرة الداخلية عن مثلا عن الشخص ذاته، هو يرى نفسه أنه هو إنسان غير منجز، إنسان يسوف، إنسان يأخر الأمور. فإذا كان هذا المعتقد موجود، إذا كانت هذا الفكرة عن الذات موجودة، هذا أول شيء نبدأ بنسفها. هذه أول حاجة محتاجين نعترف إذا كانت موجودة نبدأ نتخلص منها، تمام، ونبدلها بفكرة إيجابية. مثلاً أنا إنسان منجز، أنا إنسان أخلص الأمور المهمة أول بأول. بالنسبة للخطوات العملية الواحد ممكن يعملها، هي مسألة تدريب. يعني الواحد أيضاً ما يعطي لنفسه هواها ويقول أنا أسوف وبأخره، ولا يحاول أنه طالما أنك حطيت أولويات، حطيت أهداف، مثلاً خططت اليوم أنك على سبيل المثال تقرأ الصباح مثلاً 10 دقائق ربع ساعة أول الصباح، بس صحيت الصباح وشفت أن لا بكرة بقرأها، فحاول أنك تأخذ بشيء اليسير، أقرأ 3 دقائق على سبيل المثال، هذا موضوع القراءة. فأقل شيء أنت كسرت الحاجز أنك تأخره بأنك عملت جزء بسيط منه، وهنا أنت جالس تكون يعني نظرية كرة الثلج، جالس تكبر العملية. بكرة بتقرأ 5 دقائق، بكرة بتقرأ 10 دقائق، بكرة بعد بكرة بتقرأ ربع ساعة. فمسألة أنك تعمل لو الشيء البسيط اللي يكسر هذا القاعدة أنك ما عملت الشيء لو جزء بسيط من العمل، هذا الأمر راح يساعدك. طبعا الالتزام الذاتي، ويعني الواحد بعد مثل ما يقوله مرات محتاج انه يدفع نفسه، كل ما الانسان يحفز نفسه لانجاز هذه الاشياء، التراخي الزايد او هبوط الهمه هذا ما راح يوصلنا للانجازات اللي احنا نريد. فهذه بعض الامور اهم باختصار، يعني اهم موضوعين ممكن كسر المعتقدات السلبيه عن الذات، ان انا انسان اسوف كثير. ممكن يعني الواحد يتواصل مع شخص مرشد أو شخص يوجهه في هذه العملية ويساعده فيها. والطريقة الثانية أنك تنجز لو شيء بسيط من العمل، بحيث أنك أنت
تكسر هذه القاعده في 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 ذهنك انك عندك تسويق. الاخت اسماء الكيومي تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اول شيء حابه اشكركم كلكم واشكر القائمين على مجلس الخنجي طبعا على هذا اللقاء. تكلمت قبل شوي أستاذ ناصر عن الشغف والبحث عن الشغف، وكنت تقول أن البحث عن الشغف أحياناً يحتاج تجربة. نعم. طيب وين الحد الفاصل بين أني أنا جالس أبحث عن شغفي وأجرب أشياء جديدة عشان أعرف شغفي، وبين أني أنا أشتت نفسي وجالس أضيع جهدي ووقتي وأتنطط من مجال لمجال بحجة أني أنا جالس أبحث عن الشغف؟ سؤال جوهري وعميق يا أسماء. هو يبقى رحلة، موضوع الشغف يبقى رحلة وممكن يتغير بين فترة والثانية، يعني يمكن في مرحلة من مراحل العمر، يعني مثلاً اهتماماتنا في المرحلة الدراسية غير، المرحلة الجامعية غير، أول ما توظفنا غير، بعد 5 سنوات من الوظيفة أو العمل التجاري غير، فالاهتمامات تتغير. فقصدك أن كيف الواحد يبقى ما يشتت نفسه في أمور كثيرة بحيث أنه هو يبحث عن الشغف. فهو في الأخير ممكن أنك يعني تحط أقل شيء المجالات المحتملة اللي ممكن الواحد يستكشفها ويبحث فيها. ممكن في فترة من الفترات الواحد حصل أنه فعلا هذا الأمر اللي ممتع بالنسبة له، وأنا بشارك شيء شخصي بالنسبة لي. يعني في أيام دراستي أنا درست برمجة اتصالات، مسألة البرمجة وبرمجة الحواسب يعني، وكنت شغوف في هذه الفترة بدرجة كبيرة، يعني كنت يعني حتى حققت درجات كبيرة في دراستي، كنت حاب الموضوع البرمجة. لكن بعد ما تخرجت دخلت في موضوع عالم الأعمال والتسويق وتطوير الأعمال بشكل كبير والتدريب، فسحبني من هذا الموضوع فصار هاك مجرد شهادة. حتى اليوم لليوم أنا وظيفتي في تطوير الأعمال. طيب فيبقى أن ممكن الواحد إذا فعلا يريد يستخدم أدوات أقوى لاستكشاف الشغف، في دورات، في ناس مختصين يقدموا مثل هذه الجلسات، تكون مثل عصف ذهني، يسمعك يسألك يعطيك سيناريوهات معينة، بيسألك عن مجالات معينة، أسئلة مختلفة، يعني مثل المابينج، يعني بيسألك أسئلة كثيرة كثيرة كثيرة، ومن بعدها راح تبدأ تستخلصوا مع بعض الجوانب اللي ممكن تكون هي محتملة أنها للشغف. فهذا يعني بعض الطرق اللي ممكن الإنسان، فممكن واحد يعني أفضل أنه يستثمر بعض الوقت بعض المال يشوف شخص مختص ممكن يختصر له المسافة. شكرا جزيلا. شكرا. ربنا ربما نسمع من أبو كريم وبعد ذلك أبو طارق أيضا إن شاء الله. أبو كريم شكرا. شكرا سعادتك. شكرا أخ ناصر. أولا رح أنطلق من مطرح ما تفضلت الدكتورة ندى، ما بس مراجعة، أنا رايح أوقف أمام المرآة وأسأل نفسي 25 سؤال اللي سألتنا إياهم، لا أتعرف على نفسي، هذا إذا أردت أن أزيد قدرتي اللي هو هدف الحديث على تحقيق المزيد من الإنجازات الشخصية. أنا عندي بالحقيقة مقابل 25 سؤال اللي سألتنا إياهم أنا راح أسألك 3-4 أسئلة. أول سؤال بنطلق من مطرح من مكان اللي انطلق منه سعادة خميس الكيومي، يعني هل نحن نكرر في كل شيء نحن؟ يعني وين مثلا الحظ، وين الظروف؟ تناخذ مثال موظف متخصص بالبيولوجيا ما لقى وظيفة إلا بالهندسة، كيف إذا بده يحقق شغفه؟ أنت حقيقة جاوبت على ذلك، وهي دائما الاستعانة بالله الحمد لله لتيسير الأمور. تاني سؤال اللي بحب أطرحه عليك هو، هل يعني الإفراط بالتركيز والإفراط بالتخطيط ما بيضعف الفرح والبهجة والدهشة والعفوية؟
يعني إذا كل شيء مدروس ومخطط وبدي إيه وبدي نفذه، أنا بعتقد يعني بيزيد ضغط على الشخص. صحيح الإنجاز بيزيد بس بتغيب شوي فرحة الحياة. وحضرتك قلت كمان أنه تساءلت بأول المحاضرة هل الإنجاز فن أم فطرة أم علم، وكان جوابك أنه علم. إذا كان علم هل يدرس هذا العلم اليوم بالمدارس وليش لا؟ سيطرح الشاب من أول طريقه الأسئلة الرئيسية الخمسة وعشرين اللي أنت سألتنا إياه. وأخيراً يعني خلينا نعترف إنه هذا التخطيط المطلوب والأجوبة والتنظيم والتركيز وإعطاء المعنى يعني هذه متوفرة لإنسان مرتاح ما مضغوط بظروف الحياة من الصبح إلى المساء. لناخد واحد بده يقوم من الصباح ليأمن العيش لعائلته عنده قروض وعنده يعني هموم الحياة متكاسفة عليه، كيف بنطلعه من هالدوامة تنقل له أوقف شوي وخطط لحياتك. وشكرا جزيلا، لكن الاستفادة كبيرة جدا من كل التساؤلات وأشكرك على ذلك. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك ويسعدك، ما شاء الله أسئلة يعني جوهرية، الله يسعدك. طيب إن شاء الله أجاوب عليها، بس كان في واحد من الأخوان الأخ علي بعد نفس الشيء رافع إيده. الأخ علي البوسعيد فقط بجاوب الأربعة أسئلة ونرجع لك إن شاء الله، أخليك مستعد. بالنسبة لموضوع الشغف، مثلا الواحد درس بيولوجيا واشتغل فيها وشاف إنها ما شغفه، وش اللي ممكن يعمله؟ والله يبقى أن الإنسان يقرر ويستعين بالله سبحانه وتعالى ويبحث عن المناسب. يعني ما هي نهاية الحياة إذا أنا مثلا درست تخصص معين واكتشفت أنه ما شغفي؟ ممكن أنه يشتغل في جوانب أخرى، أو حتى في ناس درسوا اضطروا أنهم يدرسوا، أو درسوا دراسات عليا في جانب آخر، مثلا درس الماجستير في جانب آخر يساعده. فيعني بإمكانه أن يحسن الموقف الحياتي. إذا بتسمح لي بس توضح السؤال، يعني إنسان متخصص بالبيولوجيا ومشغف بها، مشغف حرف. أيوة. ما حصل وظيفة أو مكان. ما حصل وظيفة أو مكان. أو إلا بمكان آخر، كيف بده يحقق شغفه هذا؟ والله. جواب الاستعانة بالله طبعاً. لا هو شوف. يعني ممكن في حلول دائما، ممكن الواحد يوضع بعض الحلول. يعني إذا ما حصل وظيفة ممكن يشتغل في وظيفة أخرى، مثلا 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات إلى أن تحصل الفرصة، أو ممكن إنه يبدأ يعني يأخذ حتى كموضوع إنه يقدم بعض الاستشارات لبعض الجهات في المجال اللي هو يحبه. الحياة ما تنتهي بمشيئة الله تعالى. في والله سألت سؤال يعني جدا جوهري، الإفراط بالتركيز يلغي بهجة الحياة والفرح. أنا أؤمن بالفرح، أؤمن بالبهجة، أؤمن أن الإنسان في هذه الحياة ما فقط يركز على التخطيط والإنجاز وعمل عمل عمل، لا، التوازن في الحياة مطلوب. الجواب هو التوازن، الإنسان يكون متزن، يعمل الأمور بتوازن، يوازن ما بين جوانب حياته ما بين إنجازاته، ويوصل لما نسميه بتحقيق الذات أو الرضا الذاتي. يعني حلو أنه فعلا هذا الرحلة هذا التخطيط يكون جزء من البهجة والفرح والمرح اللي هو يعمله، يكون مستمتع بالرحلة، مستمتع بالطريق هذا، ما فقط ينتظر لحد ما يوصل للشيء اللي هو يطمح له وبعدين يستمتع ويكون في مشقة. بالنسبة لما تسألني يقول هل بالنسبة للعلم الإنجاز علم ولماذا لا يدرس في الجامعات والكليات، مثل الذكاء المالي أو التعامل مع المال، يعني موضوع مهم، هو علم ممكن الواحد يتعلمه بس ما حد يجلس يدرسه الحين. بس جميل يعني أنه في بوادر مثلا على مستوى طلبة يعلموهم بعض مهارات التفوق الدراسي اللي تنفعهم في هذه الفترة على مستوى الجامعة،
ممكن انهم يدخلوا بعض المقررات اللي فعلا ممكن تطور عندهم هذه المهارات soft skills يعني او تساعدهم. واخر سؤال اللي هو عن ضغوطات الحياه همومها والتخطيط، يبقى الواحد مثل ما تقول يحاول انه يوجد له مخرج. التحديات موجوده، الضغوطات موجوده، نحن في كوكب الارض ما دامنا عايشين كل يوم راح نحصل، يبقى نحن كيف نتعامل معها، يبقى انها كيف ما توقفنا، بالعكس الحياه مستمره. يعني كل يوم دائما اقول حل الشباب في العمل، اقولهم طالما انك انت موجود في بيئه اعمال في عمل راح تكون في تحديات، هذه جزء من 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 المعادله، يعني جزء لا يتجزأ من الموضوع اللي ما ممكن نستغنى عنه، فقط كيف ردات فعلنا كيف نتعامل معها. الأخ علي موجود كان رافع إيده، علي البوسعيدي ولا أخ ناصر قبل ما علي، بس ممكن أرد على أستاذ سيمون لأن نفس السؤال انطبق علي أنا. أيوة. زين، مش بس أنا، في كذا إنسان أعرفه. ترى هي إيش اللي يصير أحيانًا، موضوع التخرج تشتغل في وظيفة، إذا تكلمنا عن الجانب العملي يعني فعلًا أنا معاك إن الواحد لما يكتشف شغفه مفروض إنه يبحث على الوظيفة الصح، بس فيها دائمًا فيها تنازلات، يعني ما في إنسان يحصل كل شيء في الدنيا. وأنت هناك أشرت في واحدة من سلايداتك عن موضوع الامتنان، فهي في النهاية تدخل، يعني ما أبغى لخبطكم بس تدخل موضوع قيمك أنت يكمبرومايز، يعني بما معناه أنا بالنسبة لي لما حصلت الوظيفة اللي أريدها اضطريت أني يعني I compromise with the salary, I dropped my salary، بس ركضت وراء إيش؟ وراء الشغف مالي. فهل أي إنسان بيسوي هذا الشيء؟ هذا كله يعتمد على الفاليو ماله وعلى مدى يعني إيمانه بالشغف أو اللي هو يريده في الدنيا. فنرجع ونقول هي ما مسألة أنا خريج وأنا أشتغل في كذا، هي أنا إيش أريد في حياتي، وهل فعلاً ممكن أخلق لي وظيفة تناسبني ولا لا؟ دائماً في حلول، بس في حلول سهلة وفي حلول أن الإنسان يتنازل عن بعض الأشياء، وفي حلول أنا عارفة إيش قيمي في الحياة وإيش وجودي في الحياة. وكل هذا أنا ما يعني أنا ما بليفر مثلك يا أخي ناصر، أن الإنسان لما يثق أن باغي شيء في الدنيا ممكن يحصله، بس لازم فيها تضحيات. والأهم السلايد اللي يمكن ما تكلمنا فيه، عملية الامتنان رب العالمين، الامتنان بالأشياء اللي أصلاً الله سبحانه وتعالى ما عطلنا إياها. يعني إحنا كل ما نركز على الأشياء اللي عندنا نحن يمكن حتى شغفنا يمكن بننسى شوية، لأن بنركز على مثلاً أمور أخرى رب العالمين ما عطلنا إياها. أبسطها أن إحنا عندنا وظيفة، الحين آلاف ما عندهم وظائف إذا نطبقها على وضعنا الحين. بس هذه الملاحظة اللي بغيت أو الإضافة اللي بغيت أضيفها. بارك الله فيك أختي بدرية، شكراً مداخلة. الأخ علي تحب تضيف شيء؟ كنت رافع إيدك علي أبو سعيد. أولاً السلام عليكم جميعاً، فرصة سعيدة صراحةً يكون بين الخامات القوية هذه. الأستاذ ناصر أول شيء اشتقنا لك قبل كل شيء، ومبارك عليكم جميعاً ما تبقى من الشهر الفضيل إن شاء الله. والله كان عندي كذا سؤال أستاذي، ولكن ما شاء الله الأخوة غطوا وكفوا عن الأسئلة الموجودة، وحبيت بس أستغل هذه الفرصة أني أبارك عليكم بما تبقى من الشهر. أنت وأنا تفاجأت صراحة في أحد الأشخاص الموجودين اللي أنا كنت أعتبره في يوم من الأيام الأب الروحي لي، اللي هو الأستاذ وليد الزجالي، في أيام الكشفية والمدرسة. حبيت أوجه لك أكبر تحية أستاذي، فاسمح لي أقول لك أستاذي، أنا كنت متعود أقول لك قائدي لأن أنت كنت قدوة لنا. وعلى فكرة معاكم أخوكم علي البوسعيد، وأنا الحمد لله استمريت في موضوع التدريب ومحاضر في مجال ريادة الأعمال، وهذه أيضا فرصة أنا ما أنساها، أن كنت بدايتي وانطلاقتي في مجال المحاضرة من أيام الكشافة، وأنا كان تقريبا عمري 14 سنة، وكان حاضر فيها الأب الروحي الأستاذ وليد الزجالي في مخيم صلالة الكشفي. وحبيت أنتزه الفرصة هذه ووجه لكم الشكر جميعا على إتاحة هذه الفرصة لنا، ونشارك معاكم في هذه المحاضرة الجميلة، وإن شاء الله القادم أجمل أيضا بحضور الأساتذة الكرام اللي موجودين هنا، ومنكم نستفيد إن شاء الله. وأحسنت والسموحة على الإطالة. شكرا.
أحسنت أحسنت. أتوقع الأستاذ وليد. تفضل تفضل. شكرا للأخ ناصر على هذا المجهود الطيب والمحاضرة حقيقة شيقة. وأنا اشتغلت في التدريب مثل ما تفضل الأخ علي. هذا الموضوع يعني تعمقه فلسفي. لما تجي تتكلم في اليوغا والتأمل يعني أنت حطيت تأملات كثيرة خاصة في يوغا. والرياضة البدنية مثل ما تفضلت هي أهم شيء اللي تبدأ فيها من أول شيء. مثل ما تفضل أبو كرم إن النجاح تحققه أمامك من أول بداية. الموضوع حقيقة الشغف الإنسان لما يجي يحط الأولويات لكي يحقق أو يكسب مثل ما كسبت ولا خسرت، ولكن بتحصل أمامك عراقيل لا تستطيع أن تحققها مثل ما قلت تسير الرياح بما لا تشتهي السفن. هذه خاصة حين في الآونة الأخيرة من الشباب اللي موجودين الخريجين يعني في موضوع تخرجه يختلف لما يحصل على وظيفة معينة اللي هو يحصل لها لكي حتى لا تفوت القطار والعمر ويحقق جزء من ما استفاده. أنت قلت ممكن خلال 4 سنوات 5 سنوات، لكن خلال 4 5 سنوات هو لما دخل في الوظيفة الثانية حقق أكثر بما ضيع الوقت. يعني حتى مرات يقول لي لو من السؤال لماذا أنا درست، لماذا أنا خذيت الشهادة، لماذا ما بديت بعد الثانوية حتى أكمل المشوار. لأن سابقا لما نجي التعليم الليلي أو محو الأمية الشباب بدوا من الأساس من الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي، كملنا إلى دراسات أخرى إلى دراسات العليا. أنا أعطيك مجال مثل ما بدأت في التدريب، أنا كنت أدرب مجموعة كبيرة من الشباب الكشافة والقادة، ثم في ناحية أخرى أنا اتجهت لموضوع غير عن ما كنت فيه، موضوع المحاماة. يعني هذا يعطيك التدريب والشغف والأولويات زين أنك تحقق في الناحية الثانية كمحامي واقف يترافع في قضايا من القضايا. فهذا يعطيك أنك يعني تعمل جيب في الوسط، أنك تفتح نافذة أخرى لكي تمشي عليها. فأنا أشكرك حقيقة في الأمور التي ومشيت فيها، ولكن أقول لك اليوغا والتأمل هي نفس أنك أول صبح تبدأ مثل ما تشرق الشمس تقابل البحر المفتوح قدامك وتتأمل أنك ترجع تحقق بيومك إن أهدافك الأولية اللي خططتهم يوم كامل، لكن بتحصل بعض الأراقيل فيها، ولكن كأنك تقول بكرة بفتح صفحة جديدة. بارك الله فيك وشاكر لك وشاكر على مجلس البنجي حقيقة، إن كل مرة يأتي بموضوع جديد لكي يستفيدوا الجميع. شاكر لك. الله يبارك فيك أستاذ وليد. شكرا شكرا جزيلا على الإضافة، وشكرا للأخ العزيز علي أبو سعيد على كل كلمة تفضل فيها. والحين نأخذ سؤال أخ سليمان السيفي، أخ وصديق. تفضل أخوي سليمان. السلام عليكم أبا عبد النور، كيف حالك؟ طيب الله يبارك فيك، كيف صحة؟ حياك الله. دائما يا أخي نتشرف بالحديث معك، والحديث معك دائما مثري. الله يسعدك، مشكور على هذا المحاضرة القيمة. عندي سؤال. طبعا سؤالي هو طبعا لكي تحقق أي إنجاز يجب أن يكون الإنسان مركز على مهمة معينة إلى أن ينجزها. سؤالي هو كيف تخلق عادة التركيز خصوصا في ظل وجود المشتتات كالسوشيال ميديا والالتزامات العائلية وغيرها من المشتتات، بحيث أنه وش صار الحين؟ صار أنه معظم الناس يعني يبدأ مهمة وبعدين يتشتت ويدخل في مهام أخرى،
وربما انه يعني هو ماسك هذه المهمه في نفس الوقت يشوف الانستغرام، يشوف تويتر، يشوف اليوتيوب، وهو ينجز المهمه، فيصير عنده مشتتات كثيره، بحيث انه اذا كان يقدر انه يخلص المهمه في ساعه يضطر بعض الاحيان انه تاخذ عليه ايام وما انجز حتى 50% من المهمه. فكيف الانسان يخلق هذا عادة تركيز بحيث انه يمسك مهمه معينه ويعملها مثل تايم لوك، بحيث انه ينجزها بالكامل خلال فتره معينه وبعدين ينتقل الى المهمه الاخرى؟ هذا طبعا سؤال الاول. عندي تعقيب بسيط على اللي هو موضوع من كيف الانسان يعني يكون منجز او عنده تخطيط واضح في نفس الوقت مستمتع بالحياه. انا ارى ان التخطيط، يعني طبعا هذا وجهه نظري الشخصيه، التخطيط هو يعني الانسان يخطط حتى للمتعه، بحيث انه وش اذا مثلا عنده مهام معينه طول اليوم حاط هذه المهام، لكن حاط في نفس الوقت مهمه معينه او حاط اللي هو وقت معين، هذا الوقت مخصص انه فقط للمتعه، بحيث انه ما يكون في اي حاجه لها علاقه بالتزامات العمل او اي شيء، مخصص للمتعه فقط. فحط يعني يكون واحد يومه بالكامل مخطط حتى للمتعه. فهذا تعقيب بسيط على هذا الموضوع اللي ذكر قبل، وشاكر لك استاذ ناصر والقائمين على هذا المحاضره. الله يبارك فيك، شكرا. شكرا اخي سليمان، وشكرا لاضافتك واسئلتك دائما ما شاء الله، يعني اللي كما تقول في الصميم. انت ما شاء الله سالت السؤال وجاوبت على نصه. بالنسبة لموضوع التركيز والمشتتات، يبقى أن أحد الحقائق في الحياة أن المشتتات بتظل موجودة، يبقى نحن كيف نتعامل معها؟ هل هي أشياء نحن مشتتات نحن نصنعها أم البيئة اللي حوالينا؟ إذا كانت نحن نصنعها، مثلاً الواحد جالس يشتغل شغلة ومسك تلفونه وبدأ يفتح التويتر وبدأ يفتح الانستغرام وبدأ كذا ونسى السالفة هذه وقضى نص ساعة كلها بالسوشيال ميديا، فمن الأفضل أنه يعمل له بعض الوقت اللي يكون فقط تركيز على هذه المهمة اللي هو يريد يعملها، وممكن حتى أنه يبعد التلفون أو يخليه صامت ويكون بعيد عنه، وفقط يكون مركز بشكل تام ساعة ساعتين ثلاث أو حسب الشغل اللي عنده أو حسب الموضوع اللي هو حاب أنه مثل ما تقول يحط كل ذهنه وطاقته وفكرة فيه، فمباشرة يعني يكون في ساعة معينة أو ساعتين هو مخصصة مستقطعة فقط للتركيز على هذا الموضوع. فهذا واحدة من السياسات اللي ممكن الواحد يعملها مع نفسه، هو مثل ما تقول في الأخير يعني شيء ندرب أنفسنا عليه، محتاج تدريب ذاتي، محتاج التزام ذاتي منه. وحبيت موضوع التخطيط للمتعة، فعلا يعني كثير من الناس يخططوا لرحلاتهم، فأيضا مثل ما الإنسان يخطط للأشياء الجادة اللي حاب ينجزها في حياته، حلو أنه يخطط للمتعة، أيام يخصصها للعائلة، رحلات إن شاء الله بعد ما يخلص كورونا الله يرفع البلاء ويحفظ الجميع، سفرات يسافرها ويكون فقط، لأن هذه الجوانب أيضا جدا مهمة تساعد الإنسان على الإنجاز أكثر. أنا في الأخير مثل البطارية محتاجة شحن، فهذا الشحن محتاج مرات أن تعمل أشياء تعيد لك الطاقة هذه. فموضوع التخطيط للأشياء الممتعة أيضا مهم، موضوع المتعة، الأشياء، الهوايات مهم الإنسان يضيفها في حياته، تضيف للكثير، تساعد في إنجاز الأشياء الأساسية. فهذا، وجزاك الله خير أخي سليمان على سؤالك وعلى إضافتك، بارك الله فيك، وشكراً للجميع على الحضور. شكراً جزيلاً. نأخذ آخر مداخلة من الأستاذ خليل بلوشي، تفضل أستاذ خليل. شكراً ريهام، شكراً على المحاضرة الشيقة هذه. أنا تذكرت بيت شعر لما نقول تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، دكتور نضال أعتقد كاتبينها، تجري الرياح كما تجري سفينتنا، نحن الرياح ونحن البحر والسفن، إن الذي يرتجي
شيئا بهمته يلقاه لو حاربته الإنس والجن إلى آخر القصيدة. يعني إحنا اللي نمشي زين يكان يقولوا you don't change the wind but you can say change your sail. يعني ما السبيل زين. فعندي شيء تعليق عن الناس اللي عندهم مشاكل وعليهم دين. في ماسلو الهيراركي اوف نيدز اللي يعني الانسان يحتاج اول شيء الفيزيولوجيكال نيدز، انه يكون عنده بيت، عنده اكل، عنده اشياء هذه، وبعدين يحتاج الى الامان، انه ما في حد يسرق بيته والشيء كذا امان يعني، وبعدين حاجات الاجتماعيه الى ان نوصل الى تحقيق الذات والسلف استيم وهذه الاشياء. فاذا اللي ما عنده الحاجات الاساسيه صعب انه يفكر الى السلف استيم، صعب انه يروح الى هذه الاشياء اللي هي تحتاج الذهن، تفكير، تركيز، كل هذه الاشياء اللي ذكرتها في المحاضره. فاذا مهم جدا ان الاشياء الاساسيه تكون موجوده عشان الواحد يوصل الى هذه المرحله المتقدمه تعتبر، لان فيها الروح انك تجيب كذا وكذا. فهذا كان تعليقي. اما سؤالي فشويه بروفوكاتيف مثل ما يقولوا. احنا قلنا التيسير على الله والاستعانه بالله وكل هذه الاشياء، ولكن السؤال اللي يطرح نفسه دائما، هل الانسان مخير ام مسير؟ السؤال الازلي هذا اللي موجود دائما. اذا وين الحظ؟ وين هذه الاشياء؟ فهل هذا معناه ان ممكن حد يجتهد ويسوي كل اللي يعني العوامل اللي المفروض انها تنجحه وينجز لكن ما ينجز؟ هل هذا يصير؟ شكرا. الله يبارك فيك خليل، شكرا كثير، شكرا لاضافتك فيما يخص هرم ماسلو الاحتياجات الانسانيه. وفعلا يعني محتاجين ان نستوفي الاحتياجات الاساسيه بحيث نستطيع ان نرتقي للاحتياجات اللي في اعلى الهرم هي توصلنا لتحقيق الذات. موضوع هل الانسان مخير، هل الانسان مسير، هل الانسان مرات ياخذ كل الاسباب وما يوصل، يعني موضوع يمكن خلنا نقول طويل، لكن يعني عشان اعطيك وجهة نظري الشخصية، الانسان الله خيره في كثير من الامور، فنسبة التخيير ممكن تكون كبيرة في امور، يعني هي مش ان اجابة يعني ابيض واسود، في اشياء نحن مخيرين فيها، عندنا الخيار فيها. مثلا وجودنا اليوم نحن هنا، ضغطنا على اللينك بنفسنا، دخلنا بنفسنا القاعة وحضرنا هذا بنفسنا، ما في حد أجبرنا إن نحن نحضر، فهذا خيار. في أشياء خارج عن إرادتنا، بعضها ممكن نكون مسيرين فيها، فيبقى هي مثل ما تقول نسبة وتناسب. طالما أن الأسباب موجودة نحن نأخذ هذه الأسباب المتاحة، نجتهد، نعمل كل ما بإمكاننا ونسأل الله التوفيق والنجاح. وفي بعض الأحيان يعني صح الواحد يسعى لهدف معين وما يوصل له، لكن بعد فترة من الزمان يكتشف أنه كان خير له أنه ما حصل على هذاك الموضوع، يمكن الله رزقه عوضه شيء أفضل. فدائما نؤمن أنه في حكمة إلهية في كل موقف من مواقف حياتنا، وفي يعني استفادة، في خير نحن لا نرى، يمكن يظهر لنا ان عكس رغباتنا، او ان نحن ما يعني زعلنا ان نحن ما حققنا هذا الهدف، وانك انت اخذت كل الاسباب وما وصلت، لكن يعوضك الله بشيء افضل. فيبقى نحن نسعى، نجتهد، ونسال الله التوفيق في كل خطوه من خطوات الحياه. وشكرا، مداخلتك جدا ثريه وجميله، يعني اشكرك كثير عليها. شكرا جزيلا استاذ ناصر. تسمحوا لي بمداخله اخيره اذا في وقت على هالموضوع؟
ممكن؟ أعتذر لكن لأنه من المواضيع اللي هي شغفي مثل ما ذكر أخ ناصر، أحب أني أعلق عليها في موضوع هل الإنسان مخير أو مسير. ما أعرف وجهة نظر شخصية ومش جدلية، ولكن أشوفها عشان أفهمها أنا شخصياً، أشوفها أنها مثل السفينة. السفينة الشراعية هي أحلى مثال توضح هذا الموضوع، لأن السفينة الشراعية ما تقدر تتغير، ما تقدر تتحرك بدون الريح، والريح هي التأييدات الإلهية اللي تصل لنا، هي اللي بتخليني أنا لما أنوي أحط رجلي على اليمين أقدر أشيلها وأحطها على اليمين. فالريح هي كتشبيه، هي الإرادة الإلهية اللي لو ما وصلتني أنا ما أقدر أسوي أي شيء، لكن في النهاية القرار قراري، المقداف أو اللي يقرر يروح يمين أو يسار هو قبطان هذه السفينة. فإحنا في الحقيقة قبطان حياتنا، ولذلك عندنا الحساب في النهاية. إذا إحنا مسيرين في كل شيء، على نحاسب على إيش؟ فالشيء اللي أنا أفهمه بعد الولادة، هناك 5 أشياء إحنا يعني ما مخيرين فيه، وإذا بقولها فقط يعني to intrigue the mind. أولاً هو النوم، إحنا ما بإيدنا، يعني إذا خيارنا في النوم ما بإيدنا. لما الإنسان يوصل مرحلة لازم ينام، مهما يقول أنا بقاوم النوم، النوم محتوم علينا. ثاني شيء سن الهرم، الحين مهما بنسوي علاجات وهذه الأشياء حتى نقاوم الايجينج، لكن نبقى نصل إلى السن أو يعني الهرم، وبنوصل إنه بنشيخ في النهاية. ثالث شيء هو الأمراض المزمنة، مش الأمراض اللي هي يعني إحنا نجيبها لنفسنا، الأمراض المقدرة والمزمنة. ورابع شيء هو الموت، وخامس شيء هو الرزق. الرزق طبعاً لما إحنا نسعى بنحصل أكثر، لكن الرزق مقدر من عند الله، ولكن السعي بيعطي بركة، العلم في هذاك المجال يعطي بركة. بعد هذه 5 أشياء نأخذ مسؤولية الأشياء. في كثير منا في الشرق يحب أنه حتى الزواج والعلاقات هذه يقول نصيب نصيب، ويشيل من عاتق ظهره هذه المسؤولية في اختيار شريك الحياة، اختيار الصديق، اختيار الشريك في العمل، كل هالأشياء يقول نصيب ويريح نفسه. لكن في الحقيقة هذه كلها اختيارات، ومدام عندنا اختيار الطلاق، إذا أنا عندي خيار أبقى ولا أستمر أو لا. إذا الزواج أنا باعتقادي الشخصي صحيح ربك يخلي لك نصيب أو يخلي لك النفوس اللي هي تتماشى مع نفسك ومع طاقتك، إنزين تخليها في طريقك، لكن أنت تختار. ولما تأخذ مسؤولية خياراتك وتعرف كيف تختار وتنور نفسك كيف تختار، هنا بتعيش الجنة على الأرض. فأنا أسفة على هذه المداخلة، لكن لأنها شغفي قلت أشارككم، وأسفة أني طولت عليكم، كان خلاص تعبانين. شكرا، شكرا دكتورة ندى على المداخلة، شكرا جزيلا، إضافة قيمة، ربي يسعدك. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. أستاذ خميس هل عندك أي مداخلة؟ خميس البلوشي. شكرا لأخ ناصر، محاضرة قيمة والله، ما قصروا الأخوة والزملاء، سألوا أسئلة كثيرة. بس سؤالي كذا مباشر لأخ ناصر، كيف تتقبل الشباب عمانيين لمدرب عماني؟ والسؤال الثاني، هل ممكن وضع بعض الأدوات الإنجاز في مناهج دراسية في المراحل الابتدائية؟ وما هي نصيحتك لمسؤولين في وزارة التربية التعليم العالي في يعني في الشغف في الشباب اللي يطلبوا دراسات الحاجات اللي باغي يدرسوها يعني؟ وشكرا. تسلم تسلم يا خميس، بارك الله فيك على الأسئلة. والله بالنسبة للتقبل، في تقبل، ما أقول لك إن ما في تقبل، يبقى يعني عدة عوامل أيضا على المدرب يجتهد فيها، من ضمنها تسويق للذات، إنه يشتغل على نفسه، يطور نفسه، ويقدم فعلياً محتوى يعني رصين وقوي نافع
على أسس علمية، وأيضا يستمر في العطاء. كل ما استمر في العطاء الناس عرفت عنه أكثر، كل ما الناس تقبلته أكثر. بالنسبة لأدوات الإنجاز، يمكن في المرحلة الابتدائية يعني لسه بدري مثل ما تقول عليه، يعني ممكن على المرحلة الثانوية أو على المرحلة الجامعية بتكون أكثر فائدة. هناك ممكن أن نعطيها على شكل ألعاب تدريبية، ألعاب تعليمية تربوية إشراكية، يعني مع المجموعات بطرق مختلفة، يعني على كل عمر محتاجين أدوات مختلفة، طريقة تعامل مختلفة. بالنسبة للشغف أيضا نفس الشيء، شغف والله يعني أتمنى من كل قلبي لو كان مثلا في الصفوف العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر، أتوقع في الحين بعض الأدوات اللي المستخدمة استخدموها الأخوة في وزارة التربية. ما عندي تحديث كثير عن الممارسات الحالية، يعني بحيث أن نحن نحكم ونقولها جيدة أو غير جيدة، ما عندي اطلاع عنها حقيقة، بس حسب علمي أن في بعض الممارسات الجيدة اللي تنتهيها الوزارة حالياً ممكن إضافة أدوات أكثر، وممكن أيضاً هذه العملية تستمر إلى حتى المرحلة الجامعية، لأن يعني الاهتمامات تتغير خاصة في هذه المرحلة، مرحلة الطلبة حصل كثير تأثيرات، يعني الوالد يقول له أنت أفضل لك تكون مهندس، الأم تقول له أحسن لك تكون طبيب، الجيران يقول له خلك من هذا، أحسن لك تشوف لك مال الآي تي، مستقبل وظائف أكثر. فتشوف الشخص في ذيك المرحلة في كثير من الحيرة حقيقة، يعني يعني ما مش إنها قضية سهلة ولا نقولها قضية مستحيلة، لكن محتاجة شغل أيضا، محتاجة أيضا حتى الشغل يشتغل الإنسان يشتغل على نفسه. بارك الله فيك أخ خميس. الأخت أسماء تحب تضيفي شيء؟ رفع يدك تفضلي. أيوة أنا كنت حابة أضيف بس شوية كم من نقطة يعني على كلام دكتورة ندى وعلى إجابة للسؤال إن هل أنا لما أبذل الأسباب وما أوصل لهدفي إيش ممكن يكون السبب؟ يعني قبل أن أقول أنا مخير أو مسير أو أنها أنا ما وصلت لهدفي بمشيئة رب العالمين، يفترض أني أنا أرجع هالموضوع الأسئلة وأسأل نفسي أسئلة كثيرة. كيف علاقتي مع رب العالمين؟ إيش الموانع اللي جاءت تمنعني أوصل لهدفي؟ إيش علاقتي مع ربي؟ إيش علاقتي مع والديني؟ حقوق الناس، هل علي حقوق للناس هذه اللي جاءت تمنع أني أنا أتوفق وأوصل لهدفي؟ هل سعي هذا صح؟ هل أنا جالس أشتغل بطريقة صح؟ أو أنا أعتقد أني أشتغل بطريقة صح؟ هل في طرق ثانية ممكن توصلني لهدفي؟ وبعد ما أراجع وأسئلة كثيرة، وبعد ما أراجع نفسي في هذه الأسئلة كلها، بعدين أقول أنه طيب يمكن ربي ما قدر لي هذا الشيء، يمكن ربي قدر لي شيء ثاني، يمكن ربي سكر في وجهي هذا الباب وبيفتح لي باب ثاني. فهنا بعد ما كل ما يتسكر باب أنا أقول ما مقدر ما مكتوب، لا لا لا، هنا كل باب يتسكر في وجهي هذا نقطة أنا أوقف فيها مع نفسي وأسأل نفسي ليش، وبعد ما أراجع نفسي في هاي الأشياء كلها أقول قدر الله ما شاء فعل. بس هذه الإضافة اللي حبيت أني أضيفها. بارك الله فيك أخت أسماء، بالعكس إضافة قيمة، وفعلا الواحد يأخذ بالأسباب، يجتهد يسعى ويستمر في السعي إذا هو مؤمن في أن هذا الشيء جيد له، سواء كان عمل وأي حاجة الواحد حاب أنه يطمح يوصل لها يسعى، في يوم من الأيام بيوصل. دائما نقول الهدف ما تحقق إلى اليوم، بس ممكن تحقق بكرة. مرات نكون عجولين أكثر من اللازم، يعني مرات واحدة من الأسس اللي ممكن تفيدنا في الحياة الصبر، محتاجين طولة بال أكثر، بعض الأشياء تأخذ وقت أكثر، بعض الأشياء تأخذ وقت أقل. الموضوع ما في يعني واحد زائد واحد يساوي اثنين، يختلف. شكراً جزيلاً على الإضافة. الأخت ريهام. شكراً جزيلاً. نعم، كلمة أخيرة الأستاذ ناصر لننهي الجلسة إن شاء الله، تفضل. الله يبارك فيك. حقيقة أشكر سعادة خليل الخنجي، أشكرك الأخت ريهام، يلس الخنجي، الأخوة الأفاضل،
الأخوات على المشاركات، يعني ما شاء الله حوار مثل ما يقولوا شيق وممتع، ومواضيع يعني تلامس حياتنا في الأخير، مواضيع ممكن تغير كثير أمور في حياتنا. فواحدة من الأشياء الجميلة أن لما تجلس مع ناس وتتناقش معهم في فكرة معينة، أنت يعني مداركك تتوسع، نظرتك للأمور تتوسع، تستفيد أكثر من أنك أنت فقط هذه الفكرة مع نفسك. فهذه واحدة من أسس النجاح في الحياة، دائماً مشاركة مع الآخرين، مدارسة مع الآخرين. فأشكركم وأسأل الله في هذه الليلة الطيبة أن يتقبل صالحات الأعمال، الصيام، القيام، يوفقكم لتحقيق أهدافكم ويستجيب دعائكم الطيب، واذكرونا من ضمن دعائكم الطيب. بارك الله فيكم، شكرا جزيلا، شكرا من القلب، وليلة طيبة على الجميع. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لك. ضيوفنا الكرام، وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم. نشكر الأستاذ ناصر على الجلسة المثرية، وشكرا ضيوفنا الكرام على مداخلاتكم الرائعة. نراكم في الجلسة القادمة يوم الخميس إن شاء الله الساعة 9:30 مساء بتوقيت مسقط، مع الكوتش الدكتور علي الرئيسي والمدربة إيفانا هاجديك، وجلسة حول أهمية النشاط البدني والتغذية السليمة للأطفال والكبار خاصة أثناء فترة الإغلاق. الجلسة باللغة الإنجليزية. إلى أن نلتقي إن شاء الله، تصبحون على ألف خير. شكرا جزيلا لكم، إلى اللقاء.